أداء رائع، تكرار ثنائية الكوس، ثنائية الكوس تحملها منصورة. اللي يبونه الشيوخ، نحن ومالنا وعيالنا للشيوخ. بس منصورة غالية. منصورة غالية وايد. إن شاء الله بيخلونا. كاس اللقاية، كاس الديبة، كاس الإذاعة، محنة أغانينا. لا تبيد ما الله، حلال كل سبت. يعني إذا ما توفقت مركاض واحد، حلال لازم يحول المركاض. الحمد لله، الحمد لله، بشرك الحلال متجبل والخير يا إن شاء الله. سلام سلام من المحنة، سلام سعيد بن راشد بن غدير. إيش رشاك عشان من طلاقة الشوط أشوفه هو يقدم وقلت لو بتموت يربعه هو بيسمع. وترشيح من غراب ما يطيح التراب، ترشح من أنبيب وها هو يدد عن فوز. الله يرحم الشيخ زايد وشيوخ الحاضرين كلهم يدعمون هذا الرياضة. راشد انزلك جماهير لكن حياتي بعض عنه كلما لك محبين ناس تهنيك الحمد لله. والحمد والمحمد زبو السلام وسلالة مشاكل. كم ثاني يتو اليوم؟ مرتين اعتقد. شفت انا 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 ما انا ما حد. انا قلت لك دائما الواحد ينجز وخل غير حسن. صراحة اللامونة تستعد رمز بس تقدر غدر من بشر من صاد من بشر مع هذه التحديات الانطلاقات صياد هو صياد. يعني بن حضيرم ما رشح ترى عن فراغ. لا بيستاهل بن حضيرم ترشيح، يعرف القعود بن حضيرم، هذا بن حضيرم عنده خبره. شو صياد؟ صياد ثاني العام وصيف الرمز والسنه ثالثه على الرمز وثانيه على الرمز. اللهم لك الحمد والشكر استعدنا لهالشغل. اول رمز كان مخصص للانتاج هذا الكاس. هذا هو، هذا هو كاس مياحة في سنة من أخذ مياحة مياحة. أجمل تحية لكل مشاهدينا عبر شاشة دبي ريسينج. مساء الإبداع يا أهل الهجن الكرام والسن الإذاع الذي جرت منافساته بين أبناء القبائل اليوم في تحفة الميادين بالختامي المسك بكل تأكيد ختامي المرموم. مساء الكاسات والبنادق التي ذهبت إلى أصحاب الناموس في أشواط الرموز الستة التي دارت حولها المعارك التنافسية الشرسة بين أقوى الشعارات وسط أمطار البركة والخير التي أنعم بها الله علينا ونزلت بردا وسلاما على الجميع. أهلا بكم يا عشاقي التراث في رحلة جديدة مع هذا العرس الخليجي الذي تستضيفه دانة الدنيا دبي، حيث سنعرض لكم كامل التفاصيل التي شهدها الميدان الذكي خلال هذا اليوم الحافلي والمثير وقصة الفوز برموز الإذاع مع العديد من الفقرات والمحطات التي تأتيكم فقط عبر هذا البرنامج، برنامج كل أهل الهجن بلا استثناء. استعدوا للانطلاق، ومن جديد نقول لكل من يتابعنا الآن مرحبا مليون.
هنا ايه الكوس. الكاس محناوي سلام الى الدينامو سلام. بيرك من غدير خدوق صياد هو صياد. على مدار ساعتين وأكثر سنقدم لكم مشاهدينا في حلقة اليوم كل تفاصيل موقعة الإذاعة الشرسة التي دارت رحاها في تحفة الميادين اليوم بين هجن الجماعة، وستكون على جزئين كالمعتاد، كما سنتحدث عن تفاصيل الظهور الثاني لهجن النخبة المملوكة لأصحاب السمو الشيوخ والأمراء يوم غد في هذا الكرنفال الكبير، ولدينا قصيدة شعر سعودية في حب الإمارات، وفقرة من ملتقى البيرق، وفقرة الدعوة التي نقوم من خلالها بزيارة أحد مجالس أهل الهجن. لكن دعوني في البداية نرحب باسمكم جميعا بشركاء الدائمين السادة المحللين في برنامج أهل الهجن، وأبدأ مع السيد البطيب الغراب. حياك الله يا أبو سلطان. أمس عليك وعلى الأخوان الحاضرين والمشاهدين، وبالهم أسعد الله مساءكم بكل خير. سالم بن متعارض والعفاري، حياك الله يا أبو محمد. مرحبا يا أبو سلطان، أمسي عليك وعلى الربع المتواجدين ومتابعين قناة دبي. الله يحييك. عايض بن سفر البقمي، حياك الله. يا مرحبا، الله يبقيك ومسيك بخير أنت وزمانانا المحللين ومتابعين، مسي عليهم بالخير. الله يحييك. سالم بن حضيرم، حياك الله. مرحبا أبو سلطان، أمسي عليك على أخواني المحللين والمشاهدين والمشاهدات عبر شاشة دبي ريسنج، ونقولكم خلوكم مبتسمين. المهندس حمد بطير غفري، حياك الله. الله يحييك أبو سلطان، أمسي عليك وعلى أخواني الحاضرين وكذلك على المشاهدين. أحمد بن محمد العضيلي، أبو محمد حياك الله. الله يحييك ويبقيك، مرحبا بك، مرحبا بأخوان شم المحللين والمشاهدين عبر دبي ريسنج. المبتسم دائما دكتور سعيد بالشرقي، حياك الله. مسي عليك أبو سلطان وعلى المحللين وعلى المصورين بعدهم اللي عندنا كلهم موجودين في الاستوديو، جزاك الله خير. هذه نعم. الجنود المجهول. نعم نعم، ومسي على متابعين دبي ريسنج. طيب يا أبو سلطان، مع التطور الهائل الذي شهدته وتشهده سباقات الأصايل عاما بعد عام، وفي ظل وجود بيرق الناموس الذي أعاد روح المنافسة وأشعل الصراع بين مختلف الشعارات، أصبح الظفر برمز في مثل هذه الختاميات أمرا صعبا وصعب المنال، بل وحلم صار يداعب جفون الجميع. هذه الحقيقة التي حكمت الأجواء المحيطة بموقعة الإذاع في سن الشباب والإبداع في هذا اليوم، وبسهولة تلمسها عند خط النهاية مع فرحة صاحب الرمز والناموس والتهاني التي تنهال عليه من كل حدب وصوب، والفخر الذي لا يقدر بمال. تعالوا نعيش سويا هذه التفاصيل، والتفاصيل التي نعيشها دائما قبل الأشواط وبعد الأشواط نعيشها في وقت العرب متحفزة قبل الشوط وتوقعات وترشيحات، والعرب مبسوطة وفرحانة ومتنومسة بعد كل شوط، ونحرص أن ناخذ كل سابق في شوطة. أهلا بكم يا عشاق التراث والأصالة في هذا اليوم الجديد من أيام ختامي الختاميات بالمرموم.
اليوم نحن على موعد مع موقعة الإذاع لهجن أبناء القبائل المحرك الأساسي لهذه الرياضة وستة رموز في الانتظار خلال الفترة المسائية سوف تتنافس للظفر بها كل الشعارات ولكن في مثل هذه المعارك الصعبة لا يقدر على الناموس إلا الكبار الذين يمتلكون السبق والسبق صارت من العملات النادرة في موسم مشتعل بفعل بيرق الناموس منصور الكل اجمع عليها اي والله شفت الترشيح ان شاء الله انها بتاخذ الرمز ان شاء الله باذن الله غالي عندك كثير منصوره السبوق غالي السبوق اللي بعد تنافس وتاخذ الرموز لازم تكون غالي ابغي اعرف السر في حبك لسلاله مياس بنات مياس شيء غير غير وخاصه يوم المراكيل في المساء يعني وقت الحر سمعت وتكون منافسة قوية بيكون يحضرون الشيوخ والمنافسين سمعت يعني بقول في خاطري أنا أن الكيلو الأخير هيه. سمعت غير نسمها غير لكن شوف أبو خليفة بس أمس بعد شفنا مشتريات سعيد البارحة سعيد بن دري خد بكرة عايش يقال الناس ترشح ويأخذون بكرة يعني مجمعين على منصورة ويأخذون بكرة من عند ما أخذ إلا سبوك هي بس ليش الناس أجمعوا على منصورة أجمعوا لأنهم عارفين تاريخها معروف الحين تك المنطية اللي يشجعونها الناس والسمعات يعرفون تاريخها وترحق على الثالث وعندك شانس كبير إن شاء الله في شانس بينك وبين حميد النيادي بعيد ترى إن شاء الله نحن يهمنا الاشتراك والمنافس بيض الله وين الابتسامة وين الفرحة وين بعد شو قبل واقع أنت سعيد ها توني أنا البارحة تكلمت مع الشباب إذا هم أجمعوا على منصورة كثر شيء أنت سمعت صحيح ما أعرف إذا لك عتب عليه ولا لا بس أنا قلت يعني عي ليش سعيد حول على السوق اشترى دام أنتم كلكم أجمعتوا على منصورة عي ليش نرها لا الإجماع على منصورة يعني من باب حق بكرة من بدل ما الموسم السنوي هي كلها في أشواط الرموز بكرة هذه أول مرة تظهر رمز لكن اللي هي مثابة لكن الأكثر حلاوة ها وإثارة ويفرح المالك أنك أنت المطية اللي تكون هي صاحبة الترشيحات والحظوظ أكبر وتي وتسبقها ولا تتنافسها بمطية ما قد دخلت غمار الأشواط ترى هاي دي أنا بعد أني أسأل ترى أنا مستغرب زين أنا مش أول مرة أسوي هذا الشيء في جرأة قرارك طبعا أنا دائما أشتري مطايع يعني من باب وأنا البكرة هذه مو بشاريها حق السعر مليون مو بحق بكرة شارنها البكرة لأن البكرة هذه شعفور جاي كنا من السعودية متأخرة عقب مهرجان الشيخ حمدان محمد فالبكرة توها تعطي وأنا أبغيها حق مستقبل حق ثنية وشفت البكرة تصير في زود يوم أركضها في السعودية والحلال اللي فيه مزة وفيه دسومة وفيه بعده شيء يقدر يعطيك الحين في الصيف ركض والبكرة تصير قدام يعني تعطي قدام شو طبيعة ركضها هي البكرة هي تأخر شوي تأخر يعني هي يعني نازع عندك ولا عند شعبه لا عندي تهرب عنها الهرم تهرب قال لي أول قال والله ما خليك تنادي عليها قلت له بصرك برايك زي. يوم المغرب كلمني قال أقول لك شيء قال نعم قال ما أقدر قال نادع بكرة هي بس هو البكرة يعرفها أكثر ما تحس إنها هي بعد ما يعرفها أكثر عني وايد إلا من مرتين مركضنا خلاص بس خلتوا البيرك لا بعد ما أخذها بعدك يعني أنت مو ضامن لا بعد الأربعة الجاي بيقولوا مو أخذها أنت يعني على المضمون بس أنا الحين متصدرين نحن 120 نقطة صح ما في حفوز صح خلاص مو بحفزان بس في حفوز للشوط صح نبغي رغد يسوي نبغي رغد تسوي رغد ها خضير بن محمد بن حليس الحفاري هو نعم عبيد بن محمد بن خضير بن عبيد الكتبي هو نعم ونعم 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 والعبد الله كيف الحال الله يسلمك
اللي يتخبر معناته عنده سبوق الليلة. لا إن شاء الله مشاركين في الشوط الثاني محليات. كيف في الرموز ترى بعد محليات شوية. إن شاء الله. أي اسم عندك في اللي. سرابة. سرابة سرابة سرابة. ما دخلت الترشيحات سرابة. ما حد رشحها أمس من المحللين. جينا حسين يوم ما دخلت الترشيحات. ها هذه. ما رشحوكم. عادي خلهم يحشرون على عمرهم بقولهم اليوم على ساخر. نشوف بيبين. بنشوف يلا الميدان يحكم لي. اوكي. بيقولوا لك على ساخر مش على عمرهم. اوكي من حقك. ارباح؟ انتم التجار حتى اساميكم فيها كلها فلوس بي. كلها فلوس؟ شعار اقتصادي ترى. ايه صح. اليوم مع منصوره ولا مع هملوله ولا نحن كلها عزبه واحده. كومباني واحد كامل طعمكم كلنا طعمك نمثل يعني نكمل بعضنا البعض. واللي بتفوز طعمك بنقدم ونقول الناموس وان شاء الله الناموس والعزبه الاقتصاديه اليوم بتي ان شاء الله هناك. انا احس ان انتم تكون هنا غير موضوع الاستثمار وغيره في انجوي يعني انتم تستمتعون بعد. اكيد طبعا في متعه طبعاً. لا نحط طعمك عايشين معاها من احنا صغار هاي الجو. صح صح مخلفات مخلفات عينهم محبة. نعم 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 نعم. سبع المنصوره. منصوره سبع المنصوره دايركت. دايركت ما في رد السلامات من الحين. من الحين طرش السلامات وشوط المحليات عندها ملولة يعني قبل الشوط انت خلاص محسوم يعني المحليين كلهم ترى رشحوا البارح. سمعت ما انا وياهم ويا ابن حضير منصور. ها اكيد ودي سلامات. نعم يعد العقمه مشان اللقاء حق الرمز. اظني ان الرمز ان شاء الله قريب. الله الرمز عند الله ان شاء الله. امر الله ان شاء الله. شو ظنك انت ابو راشد؟ والله ظني بكره عند غادر يقول يعني جاهزه لكن السبق عند الله. الشوط الاول ها؟ الشوط الاول محليات. محليات زيد. ايه يا رشيد توقع الحين متوقعين ان شاء الله شيء منها طيب. نقول من الناقه من الثلاث الاوائل ما تطيح ان شاء الله. من الثلاث الاوائل؟ الثلاث الاوائل بكره السبوق. ما فيها كلام كاسر التيم هني اول موسم داخل. صح اي نعم وجار انها كاسر التيم. شو طبيعتي تلحق ولا؟ تلحق وراك. Are you حفزان؟ Yes. What? Yes, I am nervous. You are nervous? Yes. Why you are nervous? Because I want to win. You want to win today, huh? Yes. That means you have سبوق. Yes. يعني if you are حفزان and nervous, that means you have a good camel. Yes, I have. What's the name of the camel? مياسة. مياسة. You know مياسة very well, huh? Yes. She will win today? I think so. في هق؟ في ان شاء الله. حق واحد حقين ان شاء الله. احنا نتمنى حقين. حقين ان شاء الله. طماع؟ لا احنا طماع ثلاث. بتكسر ضلوعي زين. لكم نصيب الليله؟ والله نتمنى في قعدان الشوط الثالث. والله كريم. السنه ما شفناكم وايد تسجلون اكثر من اسم في شوط. صح ولا لا؟ صحيح لان البكرات متقاربه وهن ما رونا شيء. احسن مركز جايبات لنا ثالث في مركز بشوط عادي. نعم وطبيعة الركض واحدة. ايه قلنا طالع منك نحطنا الثنتين شوط واحد. ايش نسوي خلنا نتأمل خير ان شاء الله. والله يوفق. مضمون يعني ان شاء الله الشوط بنسبة كبيرة. والله انا مركز الشوط لان مبارك ابغيه. هي انت يوم تدخل اسم تكون قوي فما بالك. لا ما, ما 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 يمكن يوم ادخل اسم اني متأكد منها 100% عشان كذي. First time to come to the camel race track? No. You like the camel race? Yeah. Why? Because it's fun. Fun? Enjoy. Welcome to Dubai. Welcome to Al Marmoum. وسط أجواء شبه ماطرة وطقس بديع وبمجرد وصول راعي الحدث فزاع الأصالة كالمعتاد إلى أرضية الميدان الذكي انطلق أول الأشواط شوط البكار المفتوح جوهرة أشواط الإذاع حيث تقدمت صبرة لبن بيشان على المقدمة تلاحقها مفنودة بشعار الاتحادي حتى وصلنا إلى لوحة 1400 وهنا ظهرت منصورة وشعار الاقتصادي الأزرق بلون السماء لتسيطر على الأجواء وتتسلل بشكل مشروع تتجاوز صبرة وتقول لها أنا المرشحة الأولى وصاحبة الرمز في مهرجان ولي العهد على هذا الميدان وبالفعل بدون أوامر والعصا في الإبطان تتقدم منصورة وتفشل محاولات مفنودة ومن بعدها طلايع بن منانة من اللحاق بليذع السبوق التي حصدت الكأس الثاني لها
في تحفة الميادين لتهديه إلى مالكها الذي تعود منها على الانتصار علي بن فري بن حمود الظاهري. وسلام اقتصادي، سلام سلام بو خليفة، سلام بن حمود الظاهري وانجاله الكرام. ما شاء الله اقتصادي دائما في التحدي. وشكرا للحاسم، أداء رائع، تكرار ثنائية الكوس، ثنائية الكوس تحملها منصورة مهرجان ولي عهد دبي، وهنا أيضا من خلال انطلاق المهرجان الختامي. أبو خليفة النمر، أنا فرح لك فيك. أدري والله النيل، والله يا أبو خليفة، وأنت ريال طيب ومبروك. الله يطول عمرك ويبارك. ومن الناس المشجعين الركض ومشجعين المشتركين. وأنت كذلك، أنت من أمثالك لما تسبقون تحول على السوق تبى تأخذ زيادة. صح. أنت ريال ما يسدك رمز ورمزين وثلاث، تبى الزود. صح صح. وأعتقد الزود بي بي إن شاء الله. نحن عارفين هدف شيوخنا، سمعت أنهم يعني فرحة المواطنين وفرحة المشتركين، سمعت. وإذا اشترينا عند المواطن، المواطن استفاد. صح سمعت. والمواطن اشترى بعد من عند غيرنا واستفاد. وهذه حركة دائرة، هذه دائرة مهمة للمواطنين. صحيح. والدول الخليج يعني. خليفة هيتنا معلومات أن منصورة ممكن تروح. والله ما لنا حين بعد. ممكن تبتاع منصورة. اي نحن صاوم عندكم اخبار انتم؟ إيه ما شاء الله. إيه إيه. في اخبارنا منصوره ممكن تطلع من عزبه بن حموده. والله اللي امر المرحب الساعه مرحبا براجل نوز براجل نوز ابو خليل. والله اللي يبون الشيوخ، نحن هو مالنا وعيالنا للشيوخ. بس منصوره غاليه، منصوره غاليه وايد. ان شاء الله بيخلونا. ان شاء الله تسبق دوم نشوفك متنومس. اليوم الاخير عندك شيء ابو خليفه في السيف؟ كيف موجود ان شاء الله. السيف والخنجر ما غيرها ان شاء الله. وين المياسه؟ لا مياسه خلاص عفيناها يعني. فتشيتو عفيناها. نعم يا ما السيفين ما قصرت، ما قصرت. لا. لكن ان شاء الله اخواتها ما بيقصرت. بس انا ابغي اقول لك باجماع الجميع اليوم منصوره نجمه الاذاع السنة. فعلا. ما في كلام فعلا. وبعدين ما ريحناها ترى، في كل مركاب تركض. ونحن نهني بعد الأخ محمد بن راشد بن غدير على ما شاء الله فوزه وعلى البيرق وعلى البيرق بيستعر. في شوط الإبكار المحليات كان الصراع شديدا ومثيرا عندما سيطر الطاعة لدكتور الأصالة بالزفنة على الصدارة، تلازمها شاهنية الخيلي حتى آخر كيلومترين عندما وصلت محنة صعب المضمرين والواردة في ترشيحات المحللين لتلحق بالبكرتين في الصدارة وتترك مربعها للريح لتخطف الصدارة بكل جدارة بكل مهارة وتطير نحو خط النهاية. تلاحقها وسام بن غدير لكنها تقول لها ما عليه الرمز لن يخرج من مرغم. ها هي محنة تؤكد العودة القوية لشعار صعب المضمرين في هذا الختامي، وتهدي الرمز الثاني لمالكها محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي في هذا المهرجان. وسلام مرغم 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 سلام إلى الكاز، إلى مرغم، إلى بن مرخان. ها هي محنة 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 كاس الكاس ومحناوي مع محنة. سلام يا الصعب، سلام يا بن مرخان. كاس اللقاية، كاس الديبة، كاس الإذاعة، محنة تهانينا. برافو برافو. ناموس محاولة ثانية ناجحة والرمز الثاني في المرموم. شكرا. الحين يمكن بعد عندكم شيء يبوه بعد؟ عندنا شيء يبوه إن شاء الله. والمحاولة نفس موجودة محاولة موجودة ان شاء الله. بس ما شاء الله ابو سلطان الاداء يعني بارك فيه الحلال كله ما شاء الله طيب. الحمد لله توفيق من الله. حلال كله سبك يعني اذا ما توفقت مركاض واحد الحلال لازم يعوض مركاض ثاني. الحمد لله الحمد لله. بشرك الحلال متجبر والخير يا ان شاء الله. يا بر اكثر ميولك. احنا سلطان عارف اكثر شوي عند الطير، وانت يا بر اكثر. لا والله اللي يحبون اخواني انا احبه. يا سلام الطيور والركاب. شو رايكم في اداء العزبه في الموسم، في ختام الموسم؟ راضين عن اداء النتائج؟ والله لنا الحين راضين احنا. بس راضين بعد وين زياده. نحن نطمع، نحن طماعين ترانا الحين راضين. بس الحول ان شاء الله البيرق باذن الله. من الحين تحدى مره من الحين تحدى. ها عبيد شو قال لك اياها؟
الحول ان شاء الله الحين ماشي خلاص خلص. بس ما شاء الله حتى نقاطكم زادوا زادت يعني في جدول الترتيب وتقدمتوا المركز السابع يعني بعد فيها عندكم امل تدخلون بالخمس ان شاء الله ان شاء الله. ها نحن نتحدى لين اخر رمق لين اخر نفس. يا سلام. عبيد تتفق مع يابر ان يعني انتم راضين بس تطمعون اكثر؟ اكيد نطمع اكثر اكيد 100%. شو تطلب من الوالد الحين؟ اطلب من الحول بخبرك بيكني في نفس الوقت هذا. انا بخلي في عيال سلطان يقول لي شو تطلب من ابو سلطان الحين؟ حق سلطان ما اطلب منه شيء. ابو سلطان قد ابشر مو باول رمز ولا ثاني رمز ياخذ هذا. نعم وشعار الصعب ابشرك النظاري على الاول وبيتم على الاول والحول ان شاء الله ان شاء الله نبي ناخذ بيرك ان شاء الله. بدون راحة أو وقت لالتقاط الأنفاس ينطلق الشوط المفتوح للجعدان شوط البندقية وفيه يظهر شعار فارس البيرق بن غدير ليمارس هوايته في حصد الرموز هذا الموسم ومن خلال شديد الذي لحق بخلاب الجريء بن دري هذا القعود صاحب الرموز والمرشح الأول للشوط ويقول له عند الكيلو الأخير عزمي شديد ومخزوني وفير وها هو شديد ينطلق كالسهم ليجتاز خط البودرة مهديا أول رموز الإذاع لشعار ألو مرغم ألو الذي يريد أن يكون فوزه بالبيرق من خلال رقم قياسي من النقاط سيظل صامدا عشرات السنين. سلام فارس البيرق سلام. قلب قادم ولكن مرغم يسير بنفس خطى نبه بالفعل الميتين متر الأخيرة سلام إلى المحنك سلام سعيد بن راشد بن غدير سلام إلى الدينامو سلام على هذا الفوز. ناموس أجهد. شو مجتوم هذا شديد؟ والله أنا ما أصبع وايد في المركز بس يوم شيكت وأنا قلت له من يا الربع قلت له شديد أنا رشح شديد. ليش رشحت شديد؟ عشان من طلاقة الشوط أشوفه هو يقدم وقلت لو بتموت شي أربعة هو بيسمع. وست نقاط اليوم بعد في البيرق الحمد لله. كم استوى الرصيد اليوم؟ 126. أظني بعد جيتوا ثاني قبل صح؟ ايه. لا بعد زاد مهم أكثر من 126 والحين عندنا وعقبة رغم. أرفع الشعر فوق وألو؟ مرغم ألو علم اللي ما بعد وصله العلم ودرى من بغى البارق هجم مرغم تعي عليه. يا سلام بيض الله وجهه. شوط القعدان المحليات كان لبيب علي بن حمود الظاهري هو اللبيب الذي بالإشارة يفهم وقد استطاع أن يحرم شعار بن غدير المتألق والحاصد للرموز من رمز جديد عندما سبقه بعد تنافس مثير في اجتياز خط النهاية بفارق جزء من الثانية ليهدي مالكه بندق الشوط المفتوح. لبيب على الصدارة مع 200 متر الأخيرة لبيب هنا المنطلق على الصدارة على المركز الأول لسيد حمود علي بن حمودة بن علي الظاهري هنا اللحظات الأخيرة وترشيح بن غراب ما يطيح التراب رشح هنا لبيب وها هو يندع الفوز والناموس. والله الحمد لله هذا ويكون الله سبحانه وتعالى الله وفقنا الحمد لله. كيف جهزتوا لبيب يعني الشوط هذا قعود محلي طيب؟ ايوه زين جهزنا ان شاء الله اني طوعك يا ثاني. شو سرالته لبيب يا اخواني شوي خلوا بعوض شوي يتنفس خلوا يتنفس شو سرالته سالته شاهين ود محله ايوه ومضت الخطر. حلو اول رمز له السنه. نعم اول رمز لا ايوه مصيبه الرمز الرابع. ناموس ناموس راشد انت لك جماهير. لك محبين ناس تهنيك الحمد لله. انت من الشعارات اللي يعني ولك صوره في الباقين هاي كلاس تدخل في رؤوس اقلام في الرموز وتسبق ما شاء الله. الحمد لله ركض طعم صعب هالايام ولكن التوفيق عند رب العالمين. في الرمز الشوط مو صعب يعني مو بسهل والكل يريد اللي داخل في الشوط يريد ياخذ الرمز هذا ويوم الله يوفق تتسهل امورك وتاخذ الرمز. علي رغم انشغالاتكم كثيره انتم ما شاء الله يعني عندك انشغالات كثيره ارتباطات كثيره تخصص وقت للهجن وهذا شيء طيب يعني هذه هوايتنا زرعوها فينا الاباء
ونحن مستمرين فيها، يجب أن نخصص لها وقت. هذه هويتنا، والهوية يجب وعاداتنا يجب التمسك فيها. الله يرحم الشيخ زايد وشيوخنا الحاضرين كلهم يدعمون هذه الرياضة، وبالتالي الجميع يعني يجب أن المواطنين والأهل الهجن يتمسكون في هذه الرياضة، ويشوف اللقاء اليوم بين الناس. صح. هذا المطلوب. صحيح. بنظرة الرجل اللي يتكلم كبزنس وبالنظر الاقتصادية، الهجن لها مدخول اقتصادي طيب عند أهل الهجن؟ ما في شك، الحين مع الجوائز هذه واللي حطوها بيطول أمام الشيوخ والمشتريات، صارت يعني بزنس جيد، صار للي يرغب في الدخول فيه كبزنس. يعني ما أصبحت بس هواية، بتدخل عالم الاحتراف يعني. ما في شك، يا ليت نتمنى أنه تتطور العملية وتسويق هذه الرياضة لإدخال الكثير من رجال الأعمال اللي مستثمرين. مستثمرين يدخلون. براف. منصورة دائما في الصورة، وها هي تهدي الكاس الثانية في الشوط المفتوح للإبكار إلى مالكها بن حمودة شعار الاقتصادي، وعلى نفس الميدان لتؤكد منصورة أنها اسم على مسمى. محنة بن مرخان صعب المضمرين تؤكد عودة هذا الشعار وصيف البيرق الموسم الماضي إلى طريق الانتصارات الذي قد يغيب عنه مؤقتا، لكنه لا يظل الطريق أبدا. وشديد يؤكد أن شعار مرغم ألوه شعار شديد ويستحقه عن جدارة بيرق الناموس، خاصة وأن شديد قد تغلب على خلاب في شوط القعدان المفتوح، ولبيب علي بن حمودة كان لبيبا بالإشارة يفهمه عندما ظفر ببندق القعدان المحليات. مبروك للشعارات الأربعة التي فازت بالناموس، وحظ أوفر لمن لم يحالفه التوفيق. بسلطان السبوقيت على الظن أتكلم عن منصورة يعني. نعم. منصورة ثبات في المستوى. نعم. تألق من بداية ركضة في النعم. نهني قريب علي بن حمودة على فوز منصورة. منصورة هو قريب على السبق هذا. منصورة طعمك سبوق وتنحدر من سلالة طيبة، أبوها لمحة بصر ولد منصورة، يعني مسموه على يدته منصورة. نعم. أنا قلت شيخ راهد بن حمدان اللي كان يضمن عتيج بن سالم بن عرضي، أخذ رموز وما أخذ كاسات ما شاء الله. هاي نعم، هذا السبق مو بغريب عليها، ويدها لمح البصر، ونحن هني فريب علي بن حمودة وعياله. طيب. على هذا الفوز والناموس، ونبارك له ونضمرها للإنسان اللي هو حمد التبعي على هذا اللي حافظ على منصورة. منصورة بعد بقول لك ما فاتت مهرجان ما دخلت فيه، ما شاء الله ما سبقت ثاني، لكنها ما شاء الله كررت السبق، وهي طالع منك من إنتاج عبد الله بن علي الشامسي. أوكي. نقول لحافظ على أمها. طيب. سالم متعرض اليوم، لو نتابع الشوط ونسأل سؤال، كيف ممكن النمطية تتغلب على منصورة اليوم؟ هل كان في مجال؟ والله هني حقيقة أبو خليفة طريبة. ولا خذتها براهو؟ لا والله خذتها براهو. براهو الناقة اليوم طعمرك، يمكن طرقنا للموضوع هذا قبل حلقتين، اللي هو بعض المطايا حتى تغير يمكن من نوعية تركضها لو شيء بسيط، حتى أنا اتطرقت لها البارح وقلت تطلع سابع ثامن. اليوم الناقة بارك فيها بكرة طلعت سيدة رابعة، وكانت في المقدمة بكرة حميد النيادي، لكن ما زالت معاها يعني تقريبا مستوى منصورة
أعلى من المستوى ولا قصورا في الهجن اللي موجودة عندها عند هذه المساء الليلة. ممكن أقول صراحة بالمنانة بعد كان تكتيكه وإدارته لمطيته جيد جدا، عمل إثارة في الشوط جيد جدا اللي هو سالم بس حلو التقييم. أنا حبيت التقييم. نعم. تقييم دقيق. وبطيع عندك إضافة على الشوط؟ والله ما في إضافة، بس تأكيد جدارة، تأكيد خلاص بكرك تأكيد جدارة. نعم. يعني أنها الصراع النبي شاركت في كل الرموز باستثناء رمز السعودي، يعني باكرة ثابتة، والمضمر حمد بن حمدون الصراحة حلالة ثابت يأدي. صحيح. يعني بس لو أركبت على طار السعودية كان شوط قوي في السعودية. شوف. كان شوط مكس على قولتهم. شوف. كان إنتاج وكان شوط شراء، يعني كان فيه. أنا أقول حسبة. ممكن تحدي. حسبة. إيه نعم. بس شوف حسبة بن حمودة صحيحة يعني 100%، لأن باكرة هي الثانية على الرمز. وثاني على الرمز وخذت رمز وطوفها وركضها هنية بـ 9-12 ومركضها هنية سبقت في الشوط السادس أعتقد أو الخامس وتأهيل. طيب. للركض هذا. طيب. أما أنك مطية دخلها رمز على ثالث رمز على ثالث رمز بيكون عندها درب في السعودية. لو البكرة هذه دخلت يكون لو السعودية ما شارك بشكل عام ما راح ما تواجد. نعم. لقاء لقاء فري بن حمودة. ما تروح للقاء. لا 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 أنا ما بروح للقاء، بس أنا بجهز شيء وبرجع لك محمد. لقاء فري جهزوا لي إذا تبغينا يا عماد نتكلم. أنا أبغي أتذكر بالضبط شو قال يوم سألت عن بيع منصورة. تفضل أبو محمد. بس أنا بتكلم عن نقطة اللي هي يعني سبق منصورة ما عليها اختلاف، يعني واضح، ويمكن أمس كان إجماع عليها في الترشيحات. لكن من الصعب أنك تلقى مطية تثبت في المنافسات مستوى بكرة هذه. هذا ممكن يعني يكون يحتمل جانبين، وأعتقد أن الجانبين صحيحين، هو المخزون الهائل من السبق في البكرة، وكذلك اللي يحسب لعزبة بن حمودة هم المحافظة على مستواها في مستوى تصاعدي، يعني موجودة في قالب المنافسة وبمستوى تصاعدي بداية من الكبرى إلى ختام المرموم. هذا شيء من الصعب أنك تلقاه يتكرر في الموسم، يمكن إلا في حالات خاصة جدا. أبو سفر عندك إضافة؟ الله البكرة ما شاء الله تبارك الرحمن، البكرة طيبة وكل الجمهور مرشحها ومحللين مرشحينها، لكن اللي حصل طال عمرك أنها ما نجح استهدافها، ما نجح. كان موقعها أنها مضبوط في المركز الرابع الخامس، ويوم جت الكيلو وميتين وطلعها أقفت على حلال وسرحت ما شاء الله. شو السبب؟ ما نجح استهدافها أصلا. ما لها شيء استهدف منصورة، ما حد اشتغل عليها. منو اشتغل على منصورة؟ لا أنت قلت ما نجح استهدافها، يعني استهدفت. ما حد استهدفها. أنا قلت ما نجح استهدافها. ما حد استهدفها. إيه نعم إيه نعم، هو ما نجح استهدافها. لا ما نجح غير وما حد. ما حد استهدف النوع. أبو سلطان هل كان استهداف؟ ما حد استهدف النوع. لو استهدفت وطلعت البكرة. قول ما حد استهدف. إيه نعم ما نجح استهدافها. ما حد استهدفها غير وما نجح استهدافها غير. لا يعني ما حد دخل الشوط. ما حد دخل الشوط معه مطيتين يا هيثم. لا الله يطول عمرك. بس أوضح لك والله ما نجح أنا الحين مو بواقف مع السير ضدك، أنا مع الحق. السير كلامه واضح، ما نجح استهدافها يعني صار شغل عليها وما نجحوا. طيب أنا لكن السير يقول لك ما حد استهدف البكرة. كنت صرت تفسر شو بعك فسرت عميت بعدك. كيف كلامه صح؟ أنا ما عميت، أنا فسرت كلام السير. كلام بوستفر صح، يعني كلام السير غلط. البرايس اللي مروحين كلهم مستهدفينها. نعم اللي مروحين في الشوط كلهم مستهدفين. لا قصد الاستهداف. لا قصد الاستهداف الاحتكاك. لا لا شوف النيادي مستهدف فروه في المقدمة صح ولا لا؟ نيادي بروح بكرت واحدة ما عنده غيرها. ما يبى يسبق الشوط. يبى يسبق لكن هم مستهدفين منصورة. هم مستهدفين منصورة. خل بالشرقي يكمل. أنا بخبركم لكن منصورة من النوعية ما حد يستهدفها لأنها ما تطلع راس. نعم. ولا روحوا كلهم يبون يسبقونها. أنا بسألك سؤال، هل صار استهداف على منصورة؟ نعم كلهم يبون يسبقونها بس ما قدروا. نعم ما قدروا. دقيقة يا أستاذ دقيقة يا حبيبي. برجع حق حمد برجع لك بسفر. تفضل. شوف في فرق بين الاستهداف، الكل نعم يبي يسبق منصورة بس ما حد استهدف. الكل يبي يسبق في الشوط. ما يحتاج. هذا واضح. زين وهي أبرز. أنا في الشوط ما استهدف. لكن مثل النيادي، النيادي ما بيصير يدز عليها من بداية الشوط. أكره واحد. لا. أصلاً هذا الشوط ما استهدف في الشغل. حلها خاصة هذا الشوط. حلها بالعضيلي حلها.
بكرة النيادي اللي هي مفنودة أيوة موجودة في الشوط أساسا عشان خدمة مرموقة اللي استبعدها الفحص المسبق. نعم. ففي ظل وجود بكرة في مستوى منصورة كمستوى سبق وكذلك يعني أداها في الشوط يعني من ركاب اللي ما تطلع في خشم الشوط عشان. طيب جاوبني أبو محمد هل صار استهداف المنصورة؟ لا أبدا ما كان في أي استهداف. أوكي. لو صار استهداف لو صار استهداف ما صار بشيء. ما علي حين قسمنا رأيين الذكرة ما شاء الله حين قسمنا رأيين من متعرض إلين بالعضيلي رأينا واحد أنا بس الأطراف أنا لحظة الجناحين شوية بختلف. أنا شك في شيء معي اللي هو إنزين أنا شك أنا بالشرقي إنزين أيد بوسفار عشان يوحق بوسفار. لأن بشارك قال لي أنا عميتها محمد أمان لا مقصد بشارك أنت قلت لي أنا عميتها أبا يرد عليك ما رد عليك أبا يرد عليك فواضحة واضحة شفتم بشارك يبا يورد شو الوداك لو استهدفت البكرة ممكن ما استهدفت ما حد عنده هنتين الغالي مشان يطلع ويا البكره هاي مبونا رابع خذت المقدمه وتمت بسيرها الغالي من نطار بالشرقي عليك انت هني خذتك العزه بالغلط شوف وتفرعنت علينا ولا يسوي لك البكره حتى صنيف ارفع من مستوى زين انا يوم سالت تصنيف افضل كلام ابو سلطان الكلام واقع ما حد يقدر يستهزئ برافو جزاك الله خير الان انا سالت فري سؤال يعني سؤال والله ما اقصد في شيء ولا املك المعلومه انا قلت له البكره للبيع ما في شيء طبعا مو للبيع ولا يعني مو بس انا فضحت هي خلني اشوف بس فري شو قال حط لي لقاء بسمع كنت بتاع منصور اي نحن سوون عندكم اخبار انت ما شاء الله في اخبارنا منصور ممكن تطلع من عزبه بن حموده والله اللي امر المرحب السام مرحب مراجل ناموس مراجل ناموس ابو خليل والله اللي يبون الشيوخ نحن هو مالنا وعيالنا للشيوخ بس منصورة غالية منصورة غالية واي إن شاء الله بيخلون إن شاء الله تسبق دوم لا خلاص واضحة أن ما فري طال عمرك ما يبي يبيع لا أنا من باب المداعبة بس يعني بس هو يقول لو على يامرون الشيوخ حتى لو يامرون على العيال ما يحتاج هذا الكلام الرجال طال عمرك يبي يستانس يبي يسبق طيب ولا تلقى مثل منصورة هاي مياسة هاي شيء سألت صحيح ايه تبون نحط الترشيحات ولا ما يحتاج خلاص كلنا رشحنا منصور خلاص صح بتحطون الترشيحات ما يحتاج خلاص كلنا مع منصور يا بتنا النقاط اليوم الحمد لله حتى الجمهور اللي برا كلهم مرشحها شو دراك الجمهور كله مرشح كلهم مرشحينها كلهم ما مريت اليوم منو لاقيت ما في اللي ما رشحوها اللي دخلوا معها في الشوط بس لا حتى نصهم بعد مرشحها تصلي بالشوط داشين مرشحين منصورة اسمي ابغى المركز الثاني الشوط الثاني شوط شديد اللي يعني انا ما اعرف انا بسأل سؤال لأحمد بالعضيري الان هلا عفوا شوط محنة لا شوط محنة ما بسأل بالعضيري يعني انا كنت بسأل لا ادري بك مرشحنا لا انا كنت بسأل سؤال عن تحرق عدان بكارك اوكي بروح عند احمد طبعا محنا بكره ترشح وانت رشحتوها في جزء منكم رشحها اداء البكره اليوم في هذا المركاض اعطاك او اعطى مالكها مؤشر ان الحلال ردت صحتها 100% من ركض السعوديه وانت على ختامي الماضي شوف اذا بنتكلم عن محنا سبوق يعني وكانت في قالب المنافسه من مهرجان جائزة زايد الكبرى وصفة الرمز في مهرجان جائزة زايد الكبرى على الخنجر وفي مهرجان سمو ولي عهد دبي حاصلة على سيارة مسجلة توقيت طيب كاسرة 9 وكذلك استمرت يعني في أداها ولكن راعيها يمكن ما كان يضغطها في الأشواط ولا كان يلوزها يعني على أشواط الرموز فلمثل محنة يوم تدخرها تلقى الذخيرة اللي تدخرها إياها في محلها يعني مثل يوم تخزن لك شيء ثمين متى تحتاج لقيته موجود اليوم بكرة يعني اللي يعني ثار الانتباه أنا من وجهة نظرية أنها بكرة يعني اليوم مروحة للركض متقبلة نعم. يعني مضية اللي مروحة للركض متقبلة حتى أداها غير خفتها في الشوط غير ولحوقها غير يعني بكرة يوم ما التهت وراء يعني هي كان يمكن شوي
نوعا ما كانت تتأخر في اللحوق للمقدمة، أما اليوم لا، تقريبا من الكيلوين ما آخر كيلوين كانت في قالب المنافسة، والبكرة كانت تركض برها ونشيط في الركض. إضافة لكلام أبو محمد، يمكن كان أن هجم بن مرخان الباقيات مادن، وهي دائما تتحمل لأن سوق تتحمل كل شيء، تتحمل الأمور الثانية. وأمس في اللقاية ترى بن مرخان ما أخذ رمز، فمعنى هي هات موجودة تعطي أن الركاب كله الحمد لله في جهوز طيب، في صحة طيبة وفي قبلة طيب. هنا سنتين الذيبة ومحنة موجودات في كل المهرجانات في المنافسة. أنا فن محمد بصدون على فوز محنة وعلى إنجازها اللي قدمته، وعما قال بالعضيل الناقة من ربحت عندنا ربحت ما ربحت أبو السبق، ربحت ثالث طال عمرك، ومن غيرت وانفردت. ولا مرة ثانية هني محمد بن سلطان، وهني مطار محمد سلطان بن مطار وعياله على ومسيها المرغم، وأهني بعد مالك كلب عنا اللي محمد بن عتيج المقعودي. مقعودي اي نعم صحيح نعم، وسلم على الباب بعد يرى على البيض الله ويه. اي نعم باي عنا حجة محمد بن عتيج المقعودي. طيب ننتقل للشوط اللي تفضل تفضل بس. طيب زي يا اخواني اللي علق على الشوط يعني ما تكلم يا جماعه يعني نعم. يعني هذا الشوط الوحيد اللي هو يحلل يا اخواني. بس ابو سلطان في معلومه الله، ابو سعيد رشح يوم تسبق في الخمسة كيلو في الوثبه، هذا يوم تيب 37 ايوه قلنا له عندك بكره مالك، عندك بكره بكره كاس. الخبره يا جماعه خبره تلعب دور والله. تفضل ابو سفر بخلي بن حضيري يتكلم ممكن. تمام يستاهل بتكلم ابو سفر الغالي بعد الغالي حشره مع الجماعه. لا ابو سعيد عندك الشوط. بكره العفاري كانت في البدايه بكره الدكتور راشد المقدمه، أيوه. ويرت الشوط وعصات في الفطان، ولحجت بكره الخيل الشاهينيه محنه يمكن كانت تقريبا المركز الرابع، ولا بكره بن غدير وسام في المركز الثالث. عندما كملنا 4.5 كيلو وصلت محنه جاوزت بدون اوامر يعني. صح بدون ما يكلمها ان بكره مروحه طال عمرك تبسبق مثل ما تبسبق. نعم ان وم الركاب جبله، ترى نحن شفنا هجن بن مرخان من سن اللقايه ومن عدل واداهن متميز. والبكره هذه سبوق نحن شايفينها في مركات تمهيدي مثل ما ذكر حمد، قلنا له عندك بكره يا ابو سلطان سبوق وهذه تنخذ حق الكاس. والبكره ما شاء الله هي الرمزيه الثانيه في ابو ظبي، وامس في الصياهد بعد مركاضها بكره جيد، وشفناها نحن اليوم قدرت انها ما شاء الله تاخذ المركز الاول وتهدي الفوز والناموس لمحمد بن سلطان بن مرخان تنتزع الكاس، وهذا صح. شعار ايه؟ الكاس الثاني اللي في هذا المهرجان مع الذيبه معنا تهدي الفوز لبن مرخان. نقول الناموس يا ابو سلطان على هذا برافو عليك. التحليل هذا هو التحليل ابو سلطان، ما شيء تحليل غير هذا التحليل. البارحه تراكم كلهم درنا عليهم ما يابوا لك كلام الا كلام صح. يكفي انه تنبه يا اخي، تنبه للبكره من ابو سلطان. انت قبل ما نبدا البرنامج قلت يا اخوان نبغي نختصر الوقت في امور تحليليه متميزه. زين وين انت تختصر تراك من بالعضيلي لينك انت الغالي؟ ها لا لا بس ابو سلطان ما خليت احد وانت والغالي اذا خليت احد يرمز ابو سلطان اذا تبك عين ابو سلطان. لا ابو سفر بعد منك يشاغب بعد مثلكم ينقص ابو سلطان. اذا انت تبى مثل الكلام اللي قلته يا اخي ما نبغى حوارات جانبيه عشان ما نضيع الوقت. تفضل تبى تختصر الوقت يا ابو سفر. يا ابو سفر تبى تختصر الوقت مثل ما قلت عشان نعطي الناس امور اكثر. ايوه لنادي على الشوط محلله خلاص رمنادي عليه وانتهى الموضوع. صح بعد هذا الكلام بشرقي يقترح انت يوم تنادي على الشوط ما تحلله. سلاله البكره عندك بو سلطان؟ حد عنده السلاله؟ السلاله مع البس بكره عارفه عند محمد. اوكي اذا عندك معلومه على السلاله عقب يدك المعلومه اي نعم اعطنا اياها. عندنا محمد بن عديج بن عوري عيل ابو سعيد انت تنبأت البكره. البكره الحين شفنا مركاضها مركاض تمهيدي الغالي حلو، حتى عندي خبرها محمد سلطان قلنا له حلو عندك بكره هذه البكره. هو انت شاهد على الموضوع. لا للامانه بس هو نفس اليوم سابق 3 اشواط، بكره ياب 38 وقعود ياب 31 وقعود ثاني ياب 34. حلو. هو ما رشح القعود الجاي ب 31 ولا رشح القعود الجاي ب 34. صار عند 38. صار عند 38. نظرة بكرة فيها نهاية. نظرة خبير. نظرة الخبير هيا بالشرقي. شوف دقيقة بس بشرح لك. يوم هاي نظرة الخبير وان ما احنا ما شاء الله سبوق والترشح وانت ايش قال رشحت هملول البارح؟
أني رشحناه في الوثبة ويا الثاني الغالي وقلنا بنغير يا ثاني على بيات هذا ترشيحك شوف نعم. يعني نحن كلنا على بيات نحن كلنا مع محنة كنت ابو سلطان اتوقع شوف الكلام اللي قاله ابو سعيد الحين الكلام الطويل هذا يحاول يرجع الخطا الفادح اللي كيف يحاول شو رجع الغالي شو رجع بس يرجع انا اقول شو رجع يا ريال كلام ما رشحتها ما رشحت رشحتها من الاولى الغالي رشحنا بكره بن حموده وبكره ترشح جاي ثاني على الرمز الغالي انت ما عندك خبر اللي رشحناه جاي ثاني في ختامي الوثبه ليش ما رشحت اللي رشحت انا جاي ثاني على ختامي الوثبه احنا كلنا رشحناها والحين قمت تسند وتامل لا ما اسند الغالي ما سند اللي رشحت انا الغالي هملولة ترشح يا اي ثاني ابو سلطان اذهب لمتابعه بس دكتور لا بس طريقه وين انت كنت ابغى تسال بن حضير مسؤول جدا مهم للمراجل ابغى تساله بس كيف استنتجها منك انها على شو المعايير او شو الطريقه اللي خلتها عشان يستفيد المراجع بعد صح كلامك والمتابع جاوب استنتجناها على نهايه البكره نحن ما نطالع على التوقيت نشوف نهاية المطية إذا مطية في النهاية عندها نهاية هاي توقع منها أنها تكون لها نصيب يعني أنت سويت لنا فقرة بن حضير في قفص الاتهام تم كل حد يتهمه من كسر روح شوي يلا اسمع يا هيثم دقيقة أنا لا باركت لبن مرخان ولا خليتني هنيه في الناموس مو لازم ولا حلل لا انت يمكن عشان اول مره تكون معنا في انا ابغى اقول كلمه بعد في موضوع الثاني والتبريكه احنا نحلل فنيا نحن في البرنامج هنينا كل الفائزين والسابقين لا دقيقه لا يا ابو سفر يا خلت اتكلم دقيقه ترى الثاني والتبريكات اذا انت ما هنيت اليوم مش معناته انك انت عندك مشكله مع فلان الفائز ولا انا احنا قلنا من بدايه البرنامج اول شيء بسلطان يهني اللي فاز في الستة سهيل غير كذي نحن في التقرير مهنين اللي بيحلل الشوط يبغى يهني نعطيه مجازا يهني لكن اللي ما عنده تحليل في الشوط مو بلازم يهني صح. التهاني هذا موضوع هنا اتصل بي تليفون بعطيك رقم كلمة لا خلاص ايه على الهواء بس قصدي يعني تحليل طيب تحليل يا استاذ مو بشرط نحن المحللين كلهم يحللون ستة اشواط خلاص تمام شكرا اذهب للشوط الثالث شوط شديد عندك شوط شديد يا ابو سفر تفضل شديد ما شاء الله تبارك الرحمن عليه قعود اليوم ادخلي في التحليل ابو سفر ها ادخل حلل قعودنا ما شاء الله عليه قعود سبوق وكل شيء باختصار ركضه اليوم صراحه اقوى شوط انا شفته في الرموز الاربعه صح انه في الاشواط اللي ورا جاء كسر تيم اقوى منه لكن هو كسر تيم البكره اللي الناس كلهم رشحوها كسر تيمها رغم انه قعود يعني القعدان احيانا يكون اثقل من البكار القعود مسايره طيب رقم واحد ولا هو بغريبه على هذا الشعار يعني دخول في هذه الاشواط نبارك لهم ونهنيهم ونقول لهم التهاني والناموس يستاهلون الربع القعود نهايته قويه نهايته الحقيقه شوطه اصلا مولع من نص المسافة وأنا أشوف فيه تعليمات وفيه ضرب وفيه تخطيط على الشوط ليش ما رشحت البارحة؟ شلون؟ ليش ما رشحت البارحة؟ من قالك إني ما أنا أقول لك أنا ما أدري كان مرشح لا ما رشحت لا ما رشحت ما حد رشح ما هو بشرط أبوي ليش ما بشرط عيال مساعة تقول أنت ما شاك علينا مساعة لحظة بس دقيقة خلوا يخلص عشان لا يقول نحن ما أعطينا لا بنخبر لا دقيقة أنا بعطيك المجال بالحضيرة بسفر عندك إضافة؟ والله احنا نقول انها القعود ما شاء الله تبارك الرحمن انها نهايه قويه ما شاء الله تبارك الله كلها وفرق كبير عن القعدان وسجل تيم اقوى من تيم منصوره اي نعم رغم ان اليوم اللي قلت انت كلها معلومات ترى اسمع لا بقول لك لا ما هو بس فيها معلومات وفيها طال عمرك ان اليوم تحليل ما سمعت انا شيء اسمعني زين تفضل وخلال الاربع رموز كان فيه هواء قوي ترى ويوم انتهى بعد يمكن خمسة اشواط الاولى بدا يخف الهواء وبدا يركض عشان اليوم دوقه ما شيء هو قوي ورا شيء هو اليوم انا حاضر يا اخوي انا وياك ترى جينا وين في الركعه ترى وياك انا اخر الاشواط ما كان فيها هواء كان اخر الاشواط كان الهواء راكد جدا عشان كذا شفنا الاشواط اللي ورا دقيقه قبل ما نحن نقول انتم كم واحد روح التحليل صح اللي سمعته تحليل ولا وصف والله وصف الغالي ما في تحليل لا ما في تحليل شكرا
أنا أقول لك شديد، أنا أشكر محمد بن غدير بن رايد اجتبي أن في قعود مرشح خلاب، عندما دخلنا في مجال الكيلو الأخير حرك القعود أبعد به، أن يحيد خلاب قعود إذا مطية إلا قربة يكون خطورته أكثر. سالم نعم، بس أنا بروح سالم تعرض لأني ما أباخذ رأيه في هالشو، هل نقدر نقول أن خربط الأوراق شديد، قلب التوقعات شديد؟ شوف شديد اليوم أنا اللي شفته في هجن بن غدير كلهن أدن أفضل من مستواهن المعروف بشكل عام، بشكل عام إلا رغد العكس، أما البقية كلهن قدمن أفضل. وحلاله مركض تبارك الرحمن من الحقائق واللقاء أنا رغد سابج لكن لا ما بداها نقولك نعم على وجهة نظرية. طيب اللي هو شديد اليوم إدارة شديد من 800 وداخل هي اللي أعطتها الحقية في السبق، بالإضافة طبعا أن سبوق وما يختلفون عليه اثنين، لكن إدارته بوجود خلاب إدارة الشخص اللي يدير جهازه اللي هو محمد بن رايد بن غدير أنا أقول أعطتها النسبة الأعلى لأنه تطلع النتيجة بما وصلت له. نهنيهم حقيقة على فوز. استفيد يا أبو سفر من التحليل الفني اللي ذكره بمتعرض. قعود بن رشيد اشتغل على الشوط شغل فنان. شوف قعود بن رشيد خليفة. ها نفسه. شوف أي نعم. في نعم. يستوي شغل معين نعم. يستوي أداء. في اشتغل على الشوط. في رتم نعم. فني. لين وصل. بالضبط. أي نعم. بالضبط. حد عنده إضافة على شوط جديد أبو الدكتور؟ أقول بن غدير من الترشيحات تحرر من الضغوط كاملة. وكان المرشح القعود هو قعود بن دري. ومن روح قعود شديد في المقدمة لأنه قعود يلحق بعده وعنده متحمل ضغط، لكن يوم روح وقعود المرشح وراه أيوة. بن غدير ارتاح لأن الخطر من وراه، فيوم يتحرك بن دري من هناك وحرك مني بعد المسافة مني، فالخف على الخف الناقم حين ترى صعب. سلالة شديد أبوه التبر بعير هجن العاصفة وامه دريبح ناقة خالد بن حميد نعم مهيري. المهيري ونقول له حافظ على اللي يتم مثل هذا أظن ما أخذ السيف في الكويت نعم نعم خبد أبد نعم ودريبح معروف نحن دائما نقول دريبح تدربح دريبح عمرك نعم. والتبر شوفوا نعم. وهذا ترشيحكم بعد اليوم ما أصاب عشان تينا سأل سالم تعرض قلت له خالف التوقعات شديد حتى يعني ما اعتقد وراكضة حتى البارحة ما حد اطراف الكشف هذا السبب اقول لك تحرر من الضغوط لكن تيما افضل من البكار اظني طراف ابن حضيره لا ما طرى لا اظني انه تيما افضل من البكار هذه اللي قلتها ما اتذكر انا بس ما اعترفوا فيها القعود اليوم الصراحه ركضه استثنائي قعود بن دري يعني خذ رمز ولي العهد وخذ رمز سعودي ميدان الرمحيه نعم واليوم شارك بس القعود اللي سبق اليوم ركضه ما شاء الله استثنائي طيب. روح دفاع وابعد عطني شوط لبيب صدق ابو سفر قال الكلام صحيح انا تيم القعود احسن من البكار اتوقع ابو سفر ما نصفتوه ولا ما عليه اخر الحلقه بنسوي تقييم لا ما عليه اخر الحلقه بنسوي تقييم للموضوع عشان بس ناخذ شوط انت من الناس اللي رشحوا لبيب البارحه عندك شوط دكتور شوط شوط لبيب بن حمودة شوط لبيب صراحة قعود ترى مرشح وفيه بس الأمور الفنية يمكن تقريبا اختصرها عليكم أيوة أن القعود كان عنده استطاعة جدا لكن ما استعجل بن حمودة عندما باعد القعود منه شاهين ما استعجل بن حمودة أي نعم ما استعجل عليه بن حمودة هاي تحسب لبن حمودة وهي خبرة اللي متراكب من زمان بن حمودة يحسب المسافة فاستغل المسافة يوم كلمه لبيب صراحة قلص المسافة وأبعد منه لكن في قعود جاي في المركز الثاني قعود ضعيف نعم أظن أن هذاك تأخر على قعوده ويانا مسرع في الأمتار الأخيرة يا مسرع جدا هذا القعود له ميزة لكن لبيب عنده طاقة وبن حمودة استقلص تحليل الفني الحين خلي يكمل يا أبو سعيد يمكن الشوط ما يمكن لبيب يعني ما كان يحتاج لا لبيب أقولك شوف قعود الزرع أبعد منه يعني خذ براهو لبيب خذ براهو يعني خذ نعم براهو لكن قعود بن ضعيف غلط عليه صراحه عن اخره لياي مسرع ها بن ضعيف غلط على نعم قعود اخر لو قربه من الاول ممكن يكون خطر على البيب يعني لو كان في مسافه زياده كان لا لو قربه اصلا ممكن يكون خطر عليه
هذا عنده إضافة على الشوط يا أخوان شمع؟ نعم. تفضل يا أبو سفر. هذا القعود طال عمرك لبيب تراه واجه ضغط من القعود اللي قدامه ذا، تراه ضغطه لأنه شاهين، لأنه هو كان في المقدمة ثم لحقه القعود ذا، لحقه وصافه وقعد معه شوي ضغطه وتعداه وسبب له ضغطه شوي، وما قصر، واصل إلى إلينا أنهى الشوط. رغم أن هذاك تأخر عنه، بس هذاك يوم جت نهاية قوية تراه ما واجه ضغط القعود حق ابن الضعيف ذا أبو شعار حمر، تراه ما واجه ضغط، كان مرتاح وراء، عشان كذا أنتم شفتوا نهاية قوية. لكن قعود اللبيب واجه ضغط من القعود ذا وكان في المقدمة، نعم، ومعرض للاستهداف، ولكنه أنهى الشوط ما شاء الله تبارك. ليش تضحك من تعرض؟ ليش كنت تضحك؟ لا سولف عند ابو سلطان. الربع ذول الظاهر انهم بياخذونها طبيعه هذي. لا 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 لكل يا اخي لك الاحترام والتقدير. لا 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 هات لا يا اخوي شوي لو سمحت. لا ابوي يا اخي ابغيهم انا. لا ابو سفر لي انا، لي انا حقتي. ايوه ابغى اشوفهم لو سمحت. لا لا يبقى. انا اطلب لك، انا اطلبهم منك حقتي دي خاصة. ما عليه زين، ما عليه. لا يا ابوي ما عليه، انا اطلبهم منك الحين لو سمحت. يا لو سمحت ابو سفر، انا اوراق امتحانها ابو سلطان. اطلب لو سلطان اصلا في مصلحته انه يعدل الحلقه. ايوه ممكن شوي لو سمحت بس. لا انا ما بطق الفقره الثانيه ما اشوفه ابو سفر. حقتي يا اخي لو سمحت. عطنا يا ريال، عطنا اياها يا اخي. ما عليك. لا لا يصير عادي. هذه معلومات خاصه كاتبها هنا على راسي ابو سفر. انا ما اقدر والله، هذه يا اخي حقنا، لا تحرجني يا هاي. زين دقيقه بس، دقيقه بغشون منها الربع. لا ما هو قصه بغشون بس يا اخي. لا يا جماعه شوي ابو سفر، انا اطلبها منك الحين. على هو اطلبها منك تردني؟ تم تم تردني؟ انت تطلعها على الهواء؟ لا ما بطلعها على الهواء. لا 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 انا ابغيها اقرا. أنا عدري ما أطلع. لا لا موعد 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 تقول. لا لا ما أطلعها قلت. ها ما أطلعها. لا صدق والله. لا هات صدق، هات يا أخي. عطش يا بيزاتي يا أخي. عدني عدني لو سمحت، لو سمحت برد لك يا ريان. والله برد لك. أذكار 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 بعد فيها معلومات. هذا بحسب مصلحته أصلا أنه يعدل برنامج. هذه فيها معلومات وأنا تابع أذكار. هاي الأذكار أكتبها. بالعكس في مصلحتك. هذه تابعت الشوط اسجل ملاحظات لانه واضح. خرب عليهم مصلحات. زين انا وعدتك، انا ما وعدتك اني اطلعها ولا ما اطلعها، بس انا انا اول شيء احييك والله يا جماعه. احيي هالريال كاتب جمل انه عشان يسترسل في الكلام، والريال يعني بصراحه انا اشوف مشواره طيب في في, في التحليل. والاقصر فيكم انتم خبراء، وانتم لازم اليوم تاخذون بيد ابو سفر، ونحن ترى دورنا اليوم ناخذ بيدك. والله يعطيك العافيه. الحمد لله. يعني بعطيكم مثال بس واحد وبعدين ننتقل للفقره. يعني مثلا شوط شديد، شوف شو شوف شو كاتب. والله يا جماعه ولد هذا تحفه ابو براشيد. شوف لا لا شوف شو كاتب. شوط شديد كاتب الشوط مولع من البدايه. صحيح نعم. الشوط مولع من البدايه، ما في انفرادات، ما في مساحات كبيره بين القعدان، اقوى تيم، وكاتب السلاله ولد التبر اللي في رصيدها سيف. بيض الله وجهك. فانا اشكرك. بالعكس اللي ما يحضر انا يعجبني هذا التحضير بس. انت بدل ما تجيب اوراق الفندق دفتر مرتب بخليفه بيضبطك. سوي له ترتيب. اللي ما يحضر ما ينجح. ما ينجح. ابو سلطان جزاك الله خير. احنا بنسرق هالاوراق بعدنا. هاي له هاي الاوراق على هالمساحه في الامتحانات نسميها براشيم. مو براشيم يا جال. هاي براشيم على الطاوله دي. واضح. نروح للفصل الثاني من موقع اذاعه الجماعه، كان خاصا بشوطي الانتاج الابكار والجعدان. فصل لم يقل متعه اثاره قوه عما شاهدناه في الفصل الاول، بل انه قد يزيد. نشاهد الجزء الثاني وما حدث في المرمون في شوطي الانتاج. يا احلى الحجه اللي مستغيره لمجهزات ومستعدات، هيا على قيام الكبيره. بعد المشهد التنافسي المثير الذي استمتع به الجميع في الأشواط المفتوحة والمحليات، كان الموعد مع شوطي الانتاج وكاس وبندقية الإبكار والجعدان.
وعندما نتحدث عن هذه الأشواط لابد أن نحسب ألف حساب للمصانع الجنوبية وملوك الإنتاج، لكن هناك ملوك غير، وهو ما حدث بالفعل في شوط الإبكار عندما غردت النود لبن خفية بمفردها في الصدارة حتى جاءتها من الخلف ناصية الخيلي ووشى البن غدير اللتان تقدمتا راس براس واستلمتا الصدارة في تحول مثير. وهنا شعر بن غدير بالخطورة من ناصية فأطلق ورقته الرابحة، إنها الغالية رغد صاحبة الرمز في الصياهد السعودية قبل أسابيع، ورغد ما يسبقها أحد، ها هي تشغل المحركات وتستلم الراية من وشل وتطير لتتخطى البودرة وتهدي الناموس في هذا اليوم لمتصدر البيرق. ما فيكم حيلة يا نجوم مرغم على هذا التألق والإبداع، رغد 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 ما يسبقها أحد، رغد بن غدير وناصية الخيالي، ولكن رغد ألو يا مرغم ألو، والبيرك بن غدير خدوه والحمد والمحمد زفوه، السلام وسلالة مشاكل. الغالية رغد، الغالية رغد هذه الغالية كراس العزبة مرة الغالية رغد سالم، الغالية هذه الغالية سبقت يا سالم، شد بشوطك خلاص الغالية. الحمد لله هاي غير، هذا كله في كوم ورغد، في كوم غير عند العالم كله ابو سلطان. الحمد لله رب العالمين، بكره سبوق الحمد لله، وصبرنا عليها والصبر يا بنتيجة الحمد لله. بس شعورك الحين هذا ميت، انا حاسس ميت. اقول لك ابو راهد الله يطول عمره حط البيرك، بركاتكم مجهودكم هاي اللي وصلت احنا التنافس هذا، لو ما بركاته هو حط البيرك ومجهودكم انتم اللي نظمتوا وسويتوا هالامور هاي كلها ما يمعدوها العالم كله. انا حمد ابغاك تساعدني اليوم، كم نقطه عند مرغم اليوم؟ اللي ما وشيتوا كم شوط عندكم؟ شوطين وثاني شوط شديد وشوط رغد. شوط رغد حلو، وشوط كم ثاني جيتوا اليوم؟ ومرتين اعتقد. شفت انا قلت لك دائما الواحد ينجز وخلي غيره حسن. الحمد لله توفيق من الله. هذه طبعا خاصه رغد لها معزه خاصه عندنا، القعود شديده بعد، ابوه التبر وامه منجز ماخذه سيف العشرة. هذا انتاج راعي دريبح، ها؟ هذا انتاج راعي دريبح خالد بن حارب اهديه الناموس، ماخذه سيف العشرة في الكويت، وابوه غني عن التعريف التبر. بعد هذا طعمه قام تكونه وتجهز من اليوم، عيان يعني يكبر يكون فحل واصيل من امه ومن ابوه وبفعل يديه. هذا طعمنا كله الانجاز. سالم شو تحب تقول له مع رغد؟ حياك سالم. سالم يبغي بكرته وشل تسبق لي الثاني، ما يبغي رغد. يا ورقه تنسبق يعني يقول لا تضربونا، خلوا هاي تخلص، انا هاي خلت رمسه ما اخذ، خلوا تاخذ رمسه. انت حق الانتاج هيثم، ما ودك ان كل يبوش اللي بينتجن عندك عندهم رموز؟ صح، انا اخذت رمسه. بيضل توزع الرموز على الكل؟ لا انت تستحق وشل الصراحه، الليمونه تستحق رمز، بس تبقى رغد. القياده في شعار علو مرغم دائما ينسبوا لك التوفيق والفضل والترتيب في سن الصغار، يقول لك سالم هو مسؤول، هو اللي يكتشف، هو مكتشف العزبة، الأسماء اللي في العزبة. هيثم أنا الشيخ محمد بن راشد والشيخ حمدان محمد يوم يطرشون لي أشتري خيول، يبون خيول جاهزات، وهذا أنا أسافر أخذ خيول صغار. هاي ترى الإنسان الأمير خالد فيصل قال كل رجل في حياته له ميول، والهواية تمتلك رجاله. دائما لما تكون مع السن الناشي الصغار وتأسس السن هاي أنا أحصل فيها لذة. الحق ما تلحق، آخر فرصة للصعود على منصة التتويج في يوم الإذاع. شوط القعدان الإنتاج والبندق في الانتظار، لكن البندق يحتاج إلى صياد، وصياد موجود في الشوط بشعار بن حليس، حيث انقض في الكيلو الأخير على الصدارة، ولكن جاءه بشار المتحدي بن منانة ودخل معه في معركة تكسير عظام في الأمتار الأخيرة. لكن صياد يصطاد الناموس والبندق ويقول لابن حضيرم حلال عليك نقاط الترشيح. أما مالك صياد علي بن حليس العفاري فقد كان أسعد السعداء، وسلام عيناوي سلام. زعبيل ولا التحدي ما هنا، نتابع العين نعمة، زعبيل صراع الله الله الله، صياد بشار
بشار من صاد من بشر من صاد من بشر مع هذه التحديات الانطلاقات صياد هو صياد الناموس الناموس سهل الخير شو هاي الثقة سهل الخير روع على ذا انت متحفز انا متحفز شوت قوي شوت قوي واللي بركاب شوط قوي يا اخوي لا لا بس علي بس كيف صمد القعود ما شاء الله والله يا اخي سبوق القعود هذا منافس وجهك صح هي بس اشوفك اعصابك يعني هاديه يا اخي ما حسبك اكيد ما منو ما يتحفز انت متحفز ومذيع صح كيف بس انت بس القعود استلم المقدمه نعم. وضايقوه قعدان كثير يا وعلي سبوق قعود هذا يا اخوي دايم يعني ماخذ سياره جاي ثاني على الرمز ما بدك شو سلاته طيب سلاته شاهين ابوه هو الشيخ فيصل محله ومنتال يعني بن حضيرم ما رشح ترى عن فراغ لا بيستاهل بن حضيرم ترشيح يعرف القعود بن حضيرم هذا بن حضيرم عنده خبره شو صياد الثاني العام وصيف الرمز والسنه ثالثه على الرمز وثانيه على الرمز اللهم لك الحمد والشكر استعدنا لهالشوط صم شوف وهالناموس اهديه اهداء خاص تعرف لمن؟ للمحلل المخضرم سالم بن سعيد بن حضيرم اهديه من كل قلبي الوحيد اللي رشحه الوحيد لان انسان شوف انا ما الوم المحللين انا اقول ضاري كفو ضاري راعي سب وانا وراعي ضاري ما في بيننا شيء انا اذا هو سابقني انا اول واحد من نوم سلوك شوف هو اول واحد يا نوم سلوك بس ايش تهديه عيل حق بن حضيرم اهديه بن حضيرم لان انسان غالي عندي بن حضيرم كل شيء تعال ساب جيل ربعك ساب جيل اهدا لك ابو سعيد اهدا لك الناموس شوف الحين خلي صمصمته لا ما صمصمته يستاهل ابو سعيد يهدولك يهدولك انا روحي حفظت الغالي علي علي ليش انت روحك الوحيد اهدا خاص ابن الصياد الغالي كذي حايل علي خاص من امسلك علي الناموس ناموس حليس بيض الله وجهك اليوم تصرفاتك 10 على 10 الغالي هذا ناموس تستاهل هذا ترشيحك هذا ترشيحك يقعد يترشح الغالي انا ما رشحته مجامله فيه نعم بعدين انت غلطت عليه وبالصياحه تركضه ما في كلام شفت الغالي تقول لي روحك ليش يا ابن حضيرم شفت شو سوى صياد الغالي وانا رايح صادوني وصدنا البندقيه صدنا الغالي الترشيح رغد يا رغد رغد وجه السعد ما يسبقها أحد ها هي تكرر إنجازها في الصياحة قبل أسابيع وتهدي كاس الإبكار الإنتاج لواحد من ملوك مرغم في الإنتاج شعار بن غدير الذي نؤكد من الآن أنه سيكون صاحب الرقم القياسي في عدد النقاط بجائزة البيرق لسنوات وسنوات وصياد يصطاد البندقية بندقية الجعدان والقناص كان بن حضيرم الذي انفرد بالأمس بترشيح صياد بن حليس قبل الحديث عن هذين الشوطين نعرض لكم مشاهدينا جدول ترتيب البيرق بعد رموز سن الإذاعة نشوف الجدول وما شاء الله تبارك الله بالنسبة لشعار مرغم يتصدر بكل تأكيد لكن هذه المرة بفارق مريح جدا وربما يكسر ربما يصل لحاجز 150 نقطة الآن هو يصل ما شاء الله تبارك الله 18 رمز 138 نقطة سيف بن كليب 57 نقطة سعادة حميد بن سعيد النيادي 50 نقطة فري بن حمودة عمل تقدم طيب أيضا في المركز الرابع لكنه عنده 46 نقطة سالم بن منانة كذلك عمل تقدم طيب 39 نقطة شعار بن دري سالم بن دري وسعيد 32 محمد سلطان مرخان أيضا وصل لحاجز 30 كذلك بعدما كان 20 نقطة لكن هذا المركز عدل كثير من النقاط في حزبة البيرق دكتور راشد بن زفنة 28 نقطة محمد الحزمي بن قناص 27 صالح بن نصرة 26 حمد عتيج بن زيتون 24 خليفة سلطان برشيد السويدي 23 مبارك بن حمدون 22 عبيد بن حلوز 21 مظفر مخموشة 19 وبنفس الرصيد محمد زايد المنصوري 19 نقطة
حمد صالح الحميري 18، حمدان عبد الله فارس الدرعي 16 نقطة، حمد راشد البريصي المري 15 نقطة، محمد سيب بن عويضان 10 نقاط، محمد مسلب بن قنزول 6 نقاط، غصاب راعي الطيرة 6، حمد بالضعيف 5، فيصل بن طالب بن شريم 4 نقاط، فرسان هذه الفرسان الفرسان الشجعان احنا سميناهم، خالد بن فيصل بن شريم 4 نقاط، ناصر العوضي 4 نقاط، علي خليفة الرميثي 3، أحمد علي سلطان السبوسي نقطتين، مطر بن عميرة نقطتين، ومحمد سعيد بن العضيل العامري نقطتين، وسعيد سيل بن دليوي الكتبي نقطتين. يعطيهم الصحة والعافية. رغد نوعية فاخرة، الله عز وجل أرسلها لأبناء بن غدير، نوعية فاخرة. أنا هني محمد بن راهد وإخوانه على امتلاككم هذه الهجنة الطيبة، ورغد على فكرة من أم وأبو كله يملكونها بن غدير، أبوها مشاكل ويخت بلسم بالأم، يعني هذه سلالة طيبة، ويوم عندك الأم والأبو كل الموجودات هذه نعمة من الله، وعسى الله يوفقهم يا الله ويبارك لهم الرب عليله وكل المشاركين، وكذلك هني بن حليس على فوز أكن سلطان البكرة ثبات فيها، فيها ثبات مستوى المركز الأول وثبات البكرة طعم ثبات فيها، وسلالتها سلالة سبق. لا ويوم سبقت في السعودية اللي معاها في الشوط أقل شيء من اللي معاها كل واحد يملك رمز أعتقد. الناقص صاحب رمز أبو ظبي. نعم. نعم. الناقص سبوق طال عمرك وشاسة سبق وما منتج منتج بلسم بكرة سبوق قبلها وهيها طعمت، وأنا اليوم بقول لك على فكرة بعد ترى هجن من رغم لها الحين وأخذها أكثر رموز. بشكل عام يعني. بشكل عام نعم. ما يحتاج في مهرجان السنه يعني. نعم نعم كل مهرجانات يعني في المجموع بمجموع يعني. اي نعم اي نعم متصدرات صحيح ما يحتاج هجن مرغم متصدر. طيب سالم متعرض، انت ذكرت نقطه كنا نتكلم في شوط الرموز وذكرت لي عن رغد انه رغم الاداء اللي يعني كان متوقع انها تقدم اداء افضل عن تذيل لانها سبقت الليله. بقول لك السبب حسب وجهه نظري ايه النومس للربع فوز رغد، ورغد كان حسب توقعينها الأهم عندهم حتى في الحلال من غلات إنتاجها وغلات تهي. سالم مغدير ذكر هالكلام اللي حصل أبو سلطان، الجماعة ما قصروا أول شيء اشتغلوا بناقه عندهم اللي هي وسام وشل في الشوط على ناقة الخيلي اللي هو عيسى بن سعيد، واشتغلت ويا الثاني بارك فيها هذا العمل الصحيح. لكن البكرة ليش ما أدت؟ وسلطان البكرة هاي أكثر الناس المتابعين يعرفونها، البكرة ما عندها اشتراكات في الرموز، اشتركت في رمز السعودية وفازت على هجن لها مستوى كبير. نعم هذا المفروض يفرطها من 3 إلى 4 شهور لأن شوط الرمز مش شوط طبيعي، فأمية بالأمية في خلة فيها ولا في فحصة. المهم أنه يعني اليوم عرّك ملعها من أيوة ما أخذت يعني المتوقع، أنا من المتابعين أنها تظهر اليوم بالصورة اللي أفضل من هذه، وتي أتوقع من فردة حسب نتائجها اللي قبل ما تدخل رمز السعودية، لكنها شيء من الحلال بارك فيه مثل سبوك. مثل الناقة ذي ناقة سبوق وتغصب بنفسها على السبق، لكن ما تجيب 9 و12 أمانة على مستواها اللي نعرفه قبل الرمز. لحظة شيء بس أفر لحظة تفضل حمد طلعت مداخلة تفضل. مسلم على سابق رغد، البكرة هذه أبو سلطان محفوظة من السن الصغير، السنة أخذت رمزين، أتوقع البكرة هذه تطور سابقها لين ما تغدي ناقة سيوف، يعني في عزبتهم 18 رمز اللي أخذوهن هذا التوجه فيها يعني توجه نعم 18 رمز اللي هم خذوهن ما أعتقد في رموز أغلى من رموز البكرة هذه، بحكم أن البكرة هذه ما شاء الله تراويهم مراكيض قوية، خذت رمز في الصياح وتمكنت ما شاء الله أول مشاركة لها وصيفة راعية رمز، اليوم سبقت في البكرة هذه مشروع ناقة إنتاج، يعني مشروع ناقة تاخذ صيف الإنتاج، مشروع مستقبلي البكرة. طيب تفضل دكتور. أنا أقول لصنعت الرمز هي وشل، أخذت الرمز رغد، ناصية ما قصرت الوسط بين هاي 3 نقاط فنيين تذكرها فنان الحين بالسر ها اموره طيبه الحين ها انت الحين يعني ايه الحين اجيزه ما مساعة قالك بجيب لك اجازك بالحضر خلاص مبروك مبروك. طيب حد عندي اضافه على شوط رغد يا جماعه تفضل. والله رغد ابو محمد يقول على اساس انها اليوم انها ما ادت او ان في تيمها ما نومست حق مغدير
ما نوم استحقهم نوم استلم اليوم واجهتهم ونوم استلم قبل شوي في شديد اذا فهمت الفكره اللي انا اقصدها ما دام نوم استلم خلاص ادخل على الشوط دايركت خلاص طيب احنا داخلين على طول تفضل طال عمرك البكره انطلقت من الكيلو الاخير قصت في الحلال ودت مجهود كبير وراحت في مقدمة الشوط محمد يقصد انه كان ممكن تقدم افضل من جذيك اي تقدم حتى. افضل تقدم افضل اذا ما واجهت مثل الركض ذا الركض هذا احنا شفناه من قبل اللقطة هذه شوف مو وين كانت وكيف جت هنا جت على طول وصلة وحدة وكملت الحين ومن مكان هذا الين انهت الشوط ما ك... ها مع انها مخدومه يعني فيه بكره خدمتها اوكي لكن بكره طلعت متاخر عشان كذا جاء عليها مجهود كبير تفضل احمد هذه طبيعه المطيه السبوق النادر مثل البكره هذه اذا تقبلت زين صنعت الحدث وسبقت ركاب الانتاء مثل يوم ما شفناها في السياهد سبقت ركاب الشرايا والودايع والانتاج في شوط واحد صح ولا لا صح وبفارق وبتيم وبركض وبدع اليوم انعكاس الركض هذاك لابد انه يأثر عليها والجهد اللي بذلته في ميدان الصياهد انعكاسها عليها اليوم سبقت ولكن مو بنفس اداها اللي في الصياهد هذا دليل على ثبات مستوى البكرة وقوها وسبقها يوم تتقبل سبقها تفارق بعيد ويوم ما تكون في يومها تسبق بس تسبق مع فرق المستوى والأداء اللي هاي نقطة فنية نعم. تفضل البكرة طال عمرك الدليل أن هاي بكرة ما خاضت مشاركة قوية غير المشاركة اللي في الصهايد في المملكة العربية الصهايد منو؟ ميدان الصهايد الصياهد ما خاضت بكرة معركة في أشواط الرموز كانت محضرة في ميدان الوثبة بس يوم سمعوا أن في تسعيرة وهذا ردوا البكرة ما دخلوها فحموا البكرة جهزوها في ميدان صياهد ودخلوا البكرة يابت مركاض قوي والمطية من لحم ودم ما تعوض في 40 يوم بو سلطان بس عليها هي اليوم يابت الركض هذا وانتزعت الكاس وهدته الى اهالي مرغم الو مرغم الو يا سلام هذا التعليق تفضل اقول لمون انا بس بذكر بكره بكره عيسى بن سعيد ادت اداء طيب بالليل ناصيه نعم جت في المركز الثالث طيب بعد منافسه يعني صارت على الخط النهائي ها تدري ليش مثل راغد اشتركت؟ انا بقول لك ليش البيرق حماس البيرق يخليك تنزل حلالك كله صحيح نشوف الترشيحات نشوف الترشيحات معاكم الكل اتفق طبعا على رغد ما حد رشح غير رغد طيب صياد يا جماعة اسمحوا لي ما حد بيحلله طبعا بعد يعني الجهد عطى 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 الكاميرا شوية يعني هذا الرجل اللي أمس يعني عطى الكاميرا أيوة هذا الرجل اللي أمس يعني رشح الوحيد اللي عارضنا ودخل بي ووضع كل خبرات السنين في الشوط هذا شوط صياد اعتقد يستحق ان ابو سفر هو اللي يحلل الشوط ابو سفر وين يبقى الغالي ما طراه الغالي البارحه كلكم عرضتوني الغالي عندك لا لا هذا انا ما استهين بالجعادين اللي في الشوط واري يترشح وقعود له رمزين بس واري طال عمرك في كل مهرجان متواجد والقعود ياخذ الرمز يكلف عليه مالكه يعني القعود يلحق من ورا ما هي غير المطيه اللي تروح ويا الخمس وعصاتها في البطان هاي ما تتكلف بس عندك قعود بن حليس نحن شاهدنا مركاضه في ميدان الوثبه قعود مرهي يظهر في المراكز الخمس الاوائل عندما يطلب منه مالكه يتحرك شاهدناه في مركاضه الصهايد الصياهد شاهدنا انت تقول السعوديه زين في المملكه العربيه السعودية. ايوه شاهدنا عصاته في البطان وسبق مرتاح القعود توقعناه انه اليوم ياخذ البندقيه فعلا الشوط كان قوي وكان منافسه قويه في هذا الشوط لكن صياد مثل ما توقعته ما خيب الرجاء ونقول يستاهل بن حليس ولا بغريب على صياد هذا الاداء الذي قدمه مساء الخير يا هالنعمه مساء الخير يا هالنعمه لا نعم هذا مصانع جنوبيه انتاج علي بن حليس ما استوى على هل النعمة ما استوى على بيته لكن ضياء من هاللوغن من المصانع عزبته في الوغن مرة أنا مسؤول بن عمي الريال وأنا مسؤول مدري الكلام كيف عيل انتو تطرشون سلامات لنا لأن هم الريال بيته هناك الغالي بتروغونهم بيته انت أو بالمتعرف مبنى أنا ما يخسرني الريال ساكن هناك الغالي أنا بس قلت الموضوع دي أو الشغلة دي عشان
المصانع الجنوبيه ينسب الحق كانتاج الفضل لاهله الانتاج للوقن هاي تحسب نقطه للوقن 100% وبيته في الوقن وبيته في الوقن وهاله في الوقن ابو سلطان الشيء اللي في الشوط هذا ينحسب اقصد كمصانع يعني في الشوط ينحسب قعود من منانه كيف قعود من منانه صراحه يا مسافه بعيده ورا متاخر وبتشوفه يا عند قعود من حليس صراحه ينحسب له قعود بالمنانه هذا الركض اخر شوي اخره نعم لكن انا اقول لك هني بانت خبره بن حضيرم وجزاه الله الخير بيض الله وجهك اشكرك يا دكتور انصفت الرجل والله انصفته بس سعيد انت تقول اخره القعود وصل عنده وتنافسه ايوه وسبق صياد ما اتكلم انا بيقول لك لا تاخير تاخير قبل الترشيحات شباب قبل الترشيحات لا بس شوف هزم هذا الشوط يعني من اكثر الاشواط محك وتنافس في سباق الليله في مجمل الاشواط سته سته الرموز يعني شاهدنا في الشوط مثل ما تقول مثل الموج اللي عن طريق اول شيء عن طريق قعود بن غدير لحق وخربط اوراق الشوط ولكن في اخر 300 متر لحق قعود بن منانه ونفس الموضوع خربط اوراق الشوط واللي يحسب لصياد هو ثباته يعني في مقدمه الشوط والمحافظه على هذا الثبات لين خط طيب. النهايه رغم الضغط القوي يعني من قعود بن منانه في الامتار الاخيره جزاكم الله خير كفيت ووفيتوا انت اليوم بعد شليت شله حلوه حق صياد انت خليتنا نشل بوصلت صياد صاد كيف صياد وانا ماشي صياد صاد البندقية صياد وكملت انت منها كمل هذا لا انت قلت انتيت ما عبد الحليم حافظ صياد وانا ماشي ليالي صياد ايه اللي قرالي صياد سلام بن حليس سلام والله لا جل قرا صياد زين يا جماعة عشان نكون منصفين بعد الريال تكلم عن افضل تيم اللي هو اخونا ابو سفر ها عطوه افضل تيم اليوم شوفوا انت شو قلت افضل تيم منو افضل تيم في الشواط اللي ورا ايوه شوط 12 شوط وعد والله ولا تعرف انت اي شوط روح هذا شوط وعد اللي تكلم عنه ارجع لك ايوه ليه الوريجات حطها في المخبة ما خليتي مني حقت هذه مني وعد بن زنيفر اي هذه حقت بن زنيفر نعم ايوه حقت بن زنيفر يستاهل صح يستاهل تسعة وكم اشكرك تسعة وكم وثانيتين لا تقول سؤال وثانيتين نعم تسعة وثانيتين نعم لا شايف انا متابع لا واضح واضح انك شايفها وحسب تيم جديد الغالي ما صار لا نذهب الى المحطة التالية مشاهدينا في رحلتنا هذا المساء وما سيحدث في المرموم غدا وأشواط الرموز لهدن العمالقة والنخبة في سن الإذاع لكن بعد أن نسترجع معكم سريعا من فاز الشعارات الماضية أو في شعارات أصحاب السمو الشيوخ بالرموز الأربعة في ختام المرموم الموسم الماضي ينطلق الشوط الخاص بالابكار المفتوح الله 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 نتابع هذه اللحظة ترقبوا أيها المتابعون لنهاية المراكز الأولى التهنئة والناموس إلى المقام السامي لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله على هذه الانطلاقة وفوز شواهين بالمركز الأول لتعلن هذه الانطلاقة واندفاع في ثاني أشواطنا حيث أعلنت بداية انطلاقة كأس المحليات الأصايل الخاص بفئة الإبداع كأس المحليات ينتظر واحدا من هؤلاء المشاركين من الأبطال القادمين إن كان للإبداع والفنون والجنون عنوان فإنه الرياسة وبن زيتون تهانينا ها هو الرمز رمز الجعادين والبندقية للجعادين الإذاع المفتوح لأصحاب السمو الشيوخ والأمراء 1200 ما تبقى عن خط النهاية سلام يا هجن الرياسة تهانينا لمالك هجن الرياسة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد يا رئيس الدولة حفظه الله ورعاه على بركة الله ينطلق رابع الأشواط مدشنا تحديات الفترة المسائية
بشوط خاص بالإذاعة. الجعدان المحليات الأصايل، ها هي الخمسة مراكز أولى المتقدمة مشاهدين الأعزاء في هذا النشاط، في هذا التحدي، في هذا المساء. هنا شاهين يهدي التحية والناموس لسيدي صاحب السمو رئيس الدولة. اللحظة الأخيرة، شاهين سوبر هاتريك لهجن الرياسة. نذهب الآن إلى أشواط أصحاب السمو الشيوخ والأمراء، وأذهب مع الكشف الأول مع أول الأشواط، الشوط المفتوح، شوط الإذاع مع هجن العاصفة، الهجن المستضيفة تشارك به كم شاهينية؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 ما شاء الله، مع المضمر غياث الهلالي. أذهب لهجن الرئاسة ومع المضمر محمد عتيج بن زيتون، أو مع علي بن يميل الوهيبي هناك متعبة، ومع محمد عتيج بن زيتون هناك شواهين خيرة. تصريح لكن الوثبة مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، والشاهينية والشاهينية مع راشد بن سم المنصوري، وثمينة مع محمد عتيج بن زيتون المهيري. أذهب لهجن الرئاسة كذلك مع علي بن يميل الوهيبي هناك الواعية، وهجن النايفات مع مهيبة، والمضمر فهيد بن محمد بن فهيد الرزق العجم. الترشيحات مع الشاهينية رقم 11 لهجن العاصفة، لكن سالم متعرض يذهب مع الرقم 3، لكن سعيد بالشرقي يذهب مع تصريح لهجن الرئاسة مع المضمر محمد عتيج بن زيتون المهيري. حمد بطي، شو رايك بكره في قراءه الشوط بالنسبه للتيم وبالنسبه للمستوى الفني؟ والله المستوى الفني بيكون عالي بحكم شفنا مشاركه هجن الرئاسه وتحقيقهم رمزين في الوثبه، البكره اللي عند بالزيتون والبكره اللي عند بالسم اعتقد موجودات، والبكره اللي رشحها الدكتور اللي هي تصريح صاحبه افضل توقيت في مهرجان الملك عبد العزيز السباق الفتره الصباحيه، وفي رصيدها العام رمز في سن اللقايه في جائزه زايد الكبرى، تعتبر يعني بكرة مصنفة. فممكن أبرز ثلاثة بكار عند الرئاسة المشاركات في الشوط، البكرة اللي خذت المحليات بوضب واللي خذت المهجنات، وتصريح هجن العاصفة شفنا مشاركتهم في مهرجان ولي العهد حققوا والمركز الأول والثاني، كذلك في الصياهد الأول والثاني، وثاني فوتو فينش الشوط الأول محليات، وثاني في المهجنات. فالمنافسة كانت بين الشعارين يعني متداخلة والحلال قريب يعني من بعضه. بكرة متوقعين شوط ساخن. الشوط ساخن عكس سن اللقاي، سن اللقاي شفنا تفرد في الابكار عند العاصفة. بس فضل. يوم الغد بيكون يوم حاسم. تفضل دكتور. انت لو يوم قلت لي ليش مثلا على الدكتور الوحيد رشح تصريح. هي. شوفت في هجن العاصفة. ما شفت مكارم. ما شفت دمعة. ما شفت الهجن اللي ابغي احط عليها، ما قلت اني بحط على ارقام انا، وهجن الرئاسه هذين انا شايف انجازها بهالطريقه وبتكون منافسه قويه جدا، لكن لو شفت فيه دمع موجوده مكارم هاي بيكون شوي يغير. طيب حد عنده اضافه ثانيه اخواني قبل ما نصير للشوط الثاني؟ تفضل ابو محمد. خيره بس من الكار اللي ممكن انها بعد تكون الهام خيره قويه. نعم لهجن الرئاسة محمد الزيتون. طيب أذهب للشوط، الشوط المحليات في سن الإذاع، العاصفة مع المضمر غياث الهلالي تشارك ب 1 2 3 4 5 6 مع الشاهينية نفس الاسم مع نفس المضمر، هجن الرئاسة مع المضمر علي بن يميل الوهيبي هناك هملولة، وسلهودة وسلهودة مع محمد عتيج بن زيتون الوثبة، سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، والشاهينية راشد بالسم المنصوري، وبحور لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان مع المضمر المحترفي مع بن تشسلة الرميثي. بحور آخر ركض لها وين كان؟ في الوثبة، ويت ثالث أعتقد، صحيح؟ ثالث قوية ركضها. إيه كانت ركضها قوية، كان ركضها قوي ما شاء الله.
يرشحها بحور سالم دكتور سعيد بالشرقي. سالم تعرض ليش رحت مع الرقم 5 للعاصفة؟ والله ما أعرفه كرقم، بس ترى الاختيار في العاصفة أنا موجهة نظري أبو سلطان في سن الإيداع مثل ما تفضل أخوي حمد، يعني أقرب الهجن كهجن الرئاسة وهجن العاصفة التقارب أقرب من سن اللقاية والمستوى متقارب، لكن عندنا ظهور هجن العاصفة في البكار في الإيداع لها أفضلية من وجهة نظري، بالإضافة إلى تحس بثبات أكثر على ارتفاع. طيب أذهب لشوط القعدان، شوط المفتوح وبمجموعة شواهين تشارك العاصفة. ثمان أسماء تحت اسم شاهين، ثمان قعدان مع المضمر غياث الهلالي، وهجن الرئاسة مع المضمر محمد عتيج بن زيتون تشارك ببرزان مشاكل مصيحان ومزعل، وعلي بن يميل مع هجن الرئاسة يشارك ببدران جدير مريع، وشاهين مع سلطان محمد بن سالم الوهيبي كذلك يشارك بشاهين، يشارك سلطان بشاهينيين، وراشد بالسمع عنده شاهين كذلك. اعتقد حاصل على الرمز بالسم في الوثبة لا في الجعدان اي نعم لا لا اي سن سلطان في الإذاع لا مش سلطان اظني اخذ رمز سلطان لا 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 صحيح في الإذاع المحليات طيب الإذاع هجن النايفات الأدلم وجمران، الأدلم مع فيد العجمي وجمران مع سعيد بن حمد بن جار الله المري. طيب مرور السعيد بالشرق ها ما اسمع المرة عشي من الرجال اي بس اخلص الترشيحات ومحمد سلمت. بدران، هذا بدران اعتقد في خطأ عندكم في الخطأ ملاي، بدران رقم 21 يرشح الدكتور سعيد بالشرقي. انا كنت محتار بسلطان بين بدران ومشاكل مشاكل، لكن انا حطيت على بدران وفوق هذا كله انا اشكر هجن الرئاسه انهم حطونا الاسامي واضحه جدا. نعم الان اصبحت الركاب كلها معروفه عندنا اداها وكل شيء، نتمنى من هجن العاصفه انها تكون بخطه. هذا الموضوع يا دكتور راجع للمؤسسه، احنا بس اقول لك نشكر ونطلب ما في مشكله، هذا راجع للمؤسسه كيف هو المؤسسه، يعني حتى نحن يد فترات هجن الرئاسه كانوا بعد في اسماء متشابهه كثير صح نعم ملوله اي فيها نعم ملوله، لكن نقول هذه الطريقه بعدها زينه. احنا نقول دائما كل مؤسسه حق لها حق تصرف، لا لا حقه بكره احنا يعني حتى احنا ما انتقدنا هجن الرئاسه اذكر لما كانت لا حد ها فكل كل مؤسسه لها طريقه. لا في الوثبه تكلمنا احنا قلنا حاطين شواهين كثيره ما عرفنا الناقه. انت كراي اوكي ما في مشكله، لكن لحن كبرنامج ما عندنا مشكله، لا ما عندنا لو هجن الرئاسه بتثبت اسماء او العاصفه تثبت اسماء ما عندنا مشكله. تثبيت الاسم ما له انعكاسات سلبية لا على ساحة الركض ولا شيء، هاي استراتيجية مؤسسة ايه أنا أشوف أنه عادي. إيه نعم وأنا أتفق وياك أبو محمد. تسلم. اللي هم قصدي بدران ومشاكل، وأعتقد بالأسماء اللي مش واضحة لكن مولع وعرب في هذا السن، هذه من وجهة نظري في الشوط هذا. طيب أذهب لآخر الأشواط، شوط القعدان المحليات، هجن العاصفة 1 2 3 4 5 6 أسماء مع غياث الهلالي، وشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أيضا يشارك، لكن هجن نايفات مع باري ونفس المضمر فيد رزق العجمي، شعار هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع المضمر فيصل بن طالب بن شريم هواس، والشامي مع هجن زعبيل راشد بن مروشد. شوف الترشيحات في أسماء راحت مع الشامي من ضمنهم طبعا صامح ضير مسير المغراب هيثم الحمادي عايض البقمي الشامي، ما شاء الله قعود بعد قوي. الملاحظ طبعا في الكشف أن غياب هجن الرئاسة عن شوط القعدان المحليات ما لم شيء أه؟ اي نعم مش ما في مشاركة لهجن الرئاسة في هذا الشوط. بسلطان تفضل. انا ابو سفر قبل ما نطلع البرنامج قال اسألني سؤال وقلت له حاضر ان شاء الله. ايه قال اسالني سعيد عن الهجن السعوديه
ايوه زين وين؟ قلت له حاضر انا بسالك على الهواء. غير صحيح الكلام ده. ها؟ غير صحيح الكلام ده. غير صحيح؟ اي نعم ما قلت لك. يعني دكتور سعيد يعني ما بس بجاوبه انا بجاوب. لا لا بس لا عفوا الحين انتوا لا تسمعون على الهواء تسوون لي تقول غير صحيح؟ لا لا كيف غير صحيح؟ كيف غير صحيح؟ يعني تكذب الريال يعني ولا كيف؟ غير صحيح. بس يمكن ما انت فهمت خطا يا اخوان. شوف فهمت خطا انت قلت لي لا قلت وش رايك في الهجنه السعوديه؟ نعم الهجنه السعوديه موجوده ومشاركه اليوم ما شاء الله اليوم ادت اداء طيب شرت التيب حق الرموز ويقين حقة الموسى ما شاء الله تبارك الرحمن خذت الرينج روفر ونتمنى ان شاء الله انهم في بيض الله هذا انت اللي تبغى الايام الجايه ان شاء الله يمثلوننا اكثر طيب مثل ما عودناكم في فقرة ثابتة عندنا كل يوم من مقتطفات من ملتقى البيرق الأول نروح نشوف الفقرة ونرجع يعني والرأي يطرح للجميع تكون للسن الحول والزمول مثلا 12 نقطة زين يعني ما يمكن تقارن أنت سن حقائق بأربع ولا بست نقاط والسن اللي هو الأجزل والأثمن اللي جايزته مليونين وخمسمية تحط لها أربع نقاط ولا ست نقاط نعم فإحنا يعني اللي نشوفه أنه يكون 12 نقطة للزمول والحول 10 نقاط للثنايا 8 نقاط للإذاع 6 نقاط اللقاية والحقاية هذا رأي احنا ما نطلب التسعيدة التسعيدة لازم مواطنين بقوة التسعيدة التسعيدة مفتوحة نطلب من الشيخ حمدان روعة الرمز يرفعون يديهم منه ولا الرمز بناه من التسعيدة بوه من السبت تاء مركاضي يوقف ولو ما التسعيدة العرب ما سموا مركاض طيب الموسم الحالي عندنا 6 مهرجانات هل توافق على أن تكون عدد النقاط الممنوحة للفائزين في السباقات الختامية أكبر منها في السباقات المهرجانات اللي قبل يعني ختامي الوثبة وختامي المرموز إذا تابعنا مقتطفات من ملتقى البيرق لأن مثل ما قلنا كثير من المتابعين قالوا إذا ما نقلتونا الحدث لايف نحن بالاتفاق مع الأخوان في اللجنة قررنا كل يوم نأخذ مقتطفات والكل راح يأخذ حقه من المداخلات في هذا إيه نعم هذا واجب ترى بشكل عام وهي نقطة مو بالنقاش لكن أنا أبغي أقولها كذلك كثير من الأفكار تيني عن طريق الواتساب عن طريق الإنستغرام سناب شات تويتر الواتساب في الميالس في الدورة ونحن مثل ما قلنا هذا برنامج للجميع وهو برنامج متنفس للجميع في النهاية نحن يحكمنا وقت ويحكمنا مواد تحليلية وفقرات للبرنامج قد ما نقدر أن نتكلم عن الأفكار في أوقات معينة في البرنامج لكن نخصص البرنامج بالكامل لمقترحات وأفكار أعتقد هذا يحتاج لحلقات كثيرة وهناك كذلك جهات مختصة بهذا الشأن ممكن التواصل معها بطريقة مباشرة عندك اتحاد الإمارات للهجن عندك دورة الوثبة ودورة المرموم هنا في مسؤول في نادي دبي وفي مسؤول في الوثبة وفي مسؤولين في اتحاد الهجن فأيضا بإمكانكم التواصل معهم إخواني نحن قد ما نقدر نتكلم
ونناقش، لكن في النهاية برنامجنا يحكمه وقت ويحكمه أو تحكمه أشواط وفقرات. فيعطيكم الصحة والعافية، وحبينا بس أن ننوه، لكن والله حتى كثير من المتابعين يفتقدون حتى فقراتنا اللي نسويها مع ابن حضيرة من الخارجية. يعني كان ودنا نطلع شوية نغير، نروح نصور في أماكن برع في دبي مثل ما كنا نسوي قبل، وودنا والله يعني، وأنا أعرض الفكرة على المحللين يمكن نسوي رحلة خلال الأيام الراحة، عندنا يومين راحة ما بيكون فيهم برنامج، يمكن نسوي رحلة اختيارية بين الشباب ونشوف بسفر، على الأقل يبغى يشوف دبي بعد، بنودي دبي بنحوطه بدبي. نعم شوي. نعم إيه نعم استانس بسفر. فا ها يمكن يمكن ودي مال النيادي نصر النيادي سكاي دايف. الله ده هذه اللي يعفدون عليها ثلاث مرات تعبرون. إيه هاي الألعاب الحكومية. لا أنت ودي الإكس لاين. الاكس لاين بعد جميل جد. او الاكس لاين جميل. او جميل خلاص تم روح ولا ودى البحر. اول شيء انت تمتلك الشجاعه الكافيه. نعم الهقوه انك شجاع مره هذه الهقوه عنده منتحر فايض شجاعه. ها منتحر انت مو بالساطع انت المنتحر. اي نعم. طيب كنت ابغي اتكلم عن موضوع سريع بعد هذا. اول شيء نروح لفقره الشاعر اليوم. يانا الشاعر مسلم ومحمد بن مسلم. اي نعم مثلا لا لا سلم الوارد الصيعري بيض الله وجهك. سلم بن يسلم بن وارد الوارد الصيعري. الوارد الصيعري هذا الرجل صراحه يعني عد قصيده طيبه وشاعر يعني جزل لا يشق الاغبار. يانا اليوم المرموم وسجلنا معه فقره نشوفها ونرجع. يا سلام الصعري وثني سلامي عد برق والرعد يردف حنينه للديار اللي مفاخرها يسامي الامارات العظيمات الحصينه من عهد زايد وهي بدر التمامي وبعده شيوخ وفاهم كملينه وعهد ابو سلطان دام العز دامي قايد النهضه وربان السفينه وفعل ابو خالد كم الحر القطامي بالفعول النادره محد وزينه ويا المكتوم المعزه والكرامي يا الشيوخ اللي مواقفهم متينه فعلكم بين العرب بين وسامي بالذهب فوق الطويله كاتبينه وعزم ابو راشد كم السيف الحسامي نايب القايد جعل ربي عوينه للهجن سوى مراكيض وختامي كرمت منا عسى تسلم يمينه وانت يا حمدان كملت المهامي قمت بالماجوب في وقته وحينه نور فعلك ما يغبيها الظلامي العرب والعالم اجمع خابرينه للهجن واهل الهجن دايم حزامي فعلك الغانم جميع مقدرينه من دبي العز عالية السنامي الذهب يشرق على العالم رنينه ديرتن من حل فيها ما يضامي موطن الهيبة ولا مجاد الرصينه ديرتن من حل فيها ما يضامي موطن الهيبه ولا مجاد الرصينه شعبها دايم على الخط الامامي جنب حاكمها عسى تسلم يمينه قدموا لاهل الهجن اغلى وسامي وكل طيب للجميع مقدمينه والتنافس صار بين الناس حامي وكل رجل يقدم يسوق الثمينه بيرق الامجاد مرفوع المقامي تحتزم له روس وجنوب متينه من خليج بالوفا والعز نامي كلني وجع على الناموس عينه واجتمعنا في معزه واحترامي في محل تحكم روس الرزينه دير تنبي رقابها الشيخ العصامي جعلها تبطي على القمه سنينه اعتلت بالمجد من فوق الغمامي والسوت فوق الغمام على مدينه والامارات العظيمه ما تلامي لو تباهت بالاسد لنها عرينه والامارات العظيمه ما تلامي لو تباهت بالاسد لنها عرينه كل شيخ من مشايخها مامي يبني امجاده بالافكار الذهينه واحتفال دبي بالركض الختامي كلنا يا اهل النجايب كاسمينه في كنف شيخ الرضا اكبر وسامي دايما مدات كفينه سمينه والشرف يوم تشرف بالسلامي ونكسب الناموس بمصافح يمينه ونكسب الناموس بمصافح يمينه. بالذات يحل الحجن لمستغيره
صح لسانك يا الشاعر وبيض الله وجهك. شاعر مسلم الصيعري واحدة من أجمل القصائد صراحة اللي سمعتها اليوم. أنا أول مرة أسمعها القصيدة، أنا ما كنت موجود في التسجيل، يعذرني الشاعر ما تلاقيت وياه في المرموم، لكن والله شو رأيك أبو سفر؟ الله كفو أبو ماجد لحيث غانمه وبيض الله وجهه، ودائم عودنا على القصائد في المناسبات الكبيرة في المملكة العربية السعودية، يحضر يكون لحضوره في المملكة العربية السعودية، وبيض الله وجهه ويستاهلوا الربع اللي جابهم من القصيده. يستاهل ابو مايد قصيده جزله ابو مايد. نعم اي نعم. قدم عمل بعد سنه 2008 بمناسبه سبق هجن العاصفه قصيده وظني لحنه. هذه جت ارسلها، هذه ارسل لي شيله القصيده جت على شيله. نعم شيله طيبه ارسل لي اياها، ان شاء الله نحاول حتى المنتجها احنا في الايام الجايه. يا ليت والله. طيب تواصل اهل الهجن طيب، وتواصلهم مع الفائزين يعني ينم عن روح رياضية وحب ومحبة. محمد بن عتيج المقعودي يرسل الكيك الكبير اللي تشوفونها الآن أمامكم، محمد بن عتيج المقعودي يهديها إلى محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي بمناسبة فوز محنة، إلى محمد بن سلطان بن مرخان وأخوانه وأبنائه الكرام. سابقا بكرته محنة أي نعم، هاي سابقا غير محمد بن عتيج. أي نعم كيف عاد بنيبه الحين، لأن في بعد كيك ثاني مطرش لغدير. أي نعم لبن غدير، بس خلنا نأخذ الناموس لصعب المضمرين. هذه الكيك اللي تشوفونها الكبيرة عشان محنة. أي نعم عشان. ونشوف الكيك اللي مطرش ما شاء الله، سالم ومحمد أبناء خلفان بن حبروت مطرشين 10 كيكات، يعني 10 منوع، يعني هاي بعد فكره جديده ممكن رمزيه فيها شيء. عشرة رقم 10 نشوف عاد شيء. المهم اليوم الكيك صار حق هالمرغم. نعم شعار الصعب. نعم. قلت لك انا اي نعم مرغم شلت كلها له. وشعاره له مرغم وله. نعم. نعم مرغم كلها السنه خذت يستاهلون. الله يوفق غدير ويستاهلون مرخان. الله يسعدهم دوم هالمرغم ويسعد الجميع، ونمسي على هالمرغم كلهم. نعم نمسي على خالي بالضعيف، ونمسي على ملهوف، ونمسي على بن مرخان كلهم وبن يعروف، ونمسي على عامر ها بن دهروي وبن دهروي. هالمرغم كلهم صراحه للركض متعه مع الكبار، مع الناس الكبار. نعم مع الهجنه القويه، مع الهجنه السلالات، الناس تنبسط، حتى الجمهور اللي يتابع ينبسط. صحيح اخواني، وصلنا معاكم للختام، والسلام خير وختام. عندكم شيء اخواني اليوم؟ اليوم في عشاء على منو اليوم؟ العشاء اليوم على العشاء على سالم خليفه اليوم، والبارحه كان عند سالم متعرف، والباكر عندنا هنا، والباكر عند سهيل. نعم باكر العشاء عند سهيل مغرب. بيض الله وجهك يا ابو سلطان. هذا بعد حتى نحن بيننا بين بعض بعد في الفه وفي نعم. في محبه وفي. لكن قبل ما نختم الله يحفظه مظفر بن احمد بالعضيلي. نعم. يعني هذا صديق خاص لي انا قبل طبعا ما يكون احمد، هو لها يعني معزه خاصه، والله يسعدنا واحد من عيالي. غاليك يا ابو سلطان. فعنده ملكه ما شاء الله التقليد، هو اكثر واحد من اكثر الشباب اللي يتابعونا ما شاء الله البرنامج. فقلد يولتين، هو قلد ثلاث، لكن يولت بسفر ما سيبناها. فقلد يولت بن حضيرم ويولت العبد لله. نشوف يولت بن حضيرم قبل عند مظفر. لا بس انا اتكلم عن نفسي، انا اقول هيدا محمد انا. ها وحده اعطوني وحده وبعدين نرجع. اعطني يولت بن حضيرم. اول شيء يولت بن حضيرم. يلا ايوه 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 ليد ليد لازم فوق ليد فوق ايوه 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 صح صح هذا بن حضيرم ها بن حضيرم الله يحط بركة فيه والله ضبطها ما شاء الله. لا يعني في العزبة اليوم هو والدكتور وقال بن حضيرم هيثم ما روانا يوم يقلد محتج زين تبون الحمادي يولته ولا ما لا 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 نباي يولت الحمادي بعد غلد بالشرقي هو يوم هو يجيب النقاط بعد ما صورنا ما صورنا زين خلنا نشوف يولت هيثم الحمادي يلا هيثم الحمادي Ha 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 ha
الله يخليك. الله يوفق فرنك سويت لي علوم. خلوه ايه صدقه صدقه والله ابو الحبيب عنده مرونه. انا ما عندي هالمرونه. لازم يتصاب عليكم. نعم نتصاب. لكن ان شاء الله بنعطيكم بعدين يولد بالسفر ان شاء الله باكر. اليوم بنسير للعزبه بنلف عليه شوي. موجود اليوم هو؟ لا لا الله يحفظه مروح والعيال. الله يحفظه تسد تسد خمه الغتره. تبصد مرينا على ابو محمد اليوم وكان اخوانك كلهم عنده. قلنا له مبروك ارسلوا لك والله سياره على التقليد هذا اللي انت سويته. قاب اعتشروا علينا الباقي. صباح على خير يا اخواني مشكورين وما قصرتوا. ان شاء الله ايامكم افراح ونواميس. موعدنا باكر 8:30. احل السبق بالذات يحل الحجر لمستغيره المجهزات ومستعدات هيا على الايام الكبيره في دار احل السبق. السيوفنا بالسبق قبل السبق.